حكومة غير شرعية، ما يجوزوا هاد الناس، ما يصدقوش على القانون المحلوقات، ما خلوهم عم يتوسع عليهم، ما خلوهمش نهار الحد في البرلمان، ما خلوهمش القانون المحلوقات كانوا في الإمارات. صباح الخير مشاهدينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم. نرحب بحضراتكم في هذه التغطية الصباحية الأولى ليوم الثلاثاء 15 من أكتوبر 2019، حيث تبدأ الاستعدادات لانطلاق مسيرات الطلبة في العاصمة وولايات جزائرية أخرى. على مدى 8 أشهر من عمر الثورة السلمية ورغم حملة الاعتقالات، لم يتوقف الطلبة عن مواصلة ثورتهم، بل ازدادوا عزيمة وإصرار على مواصلة النضال، مطالبين بإلغاء الانتخابات الرئاسية حتى الوصول إلى توافق وطني بعيدا عن وجوه النظام القديم. كيف ستكون رسائل الطلبة للسلطة الفعلية اليوم، خاصة بعد المصادقة على قانون المحروقات من قبل مجلس الوزراء والرفض الشعبي له؟ كيف سيكون الرد على حملة الاعتقالات التي طالت عدد كبير من نشطاء الحراك في مختلف الولايات؟ وغيرها من التساؤلات التي سنطرحها على ضيوفنا اليوم، وسيجيب عنها الطلبة في ثلاثائهم 34. فأهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ بالترحيب بالأستاذ نور الدين مزهود، الأستاذ الجامعي من قسنطينة. أهلا وسهلا بك معنا سيدي الكريم. أستاذ نور الدين مزهود، انقطع الاتصال بالأستاذ نور الدين مزهود، سوف طبعا نعود للاتصال به وبضيوف آخرين. نتابع بعض جوانب من المسيرات التي خرجت بالأمس، جانب من هذه المسيرات في ولاية بجاية. ما كرن في الليل.
نعود إلى ضيوفنا ونرحب بالأستاذ عبد الله الرافعي الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، وأيضا أستاذ نور الدين مزهود الأستاذ الجامعي من قسنطينة. وأبدأ معك أستاذ نور الدين مزهود، أهلا وسهلا بك في هذه التغطية الصباحية. مرحبا. ربما الحدث الأبرز، وهناك أحداث كثيرة في الأونة الأخيرة، دعنا نبدأ بالعرس الديمقراطي في تونس. يعني الشعب الجزائري يقول لماذا لا يحدث هذا العرس الديمقراطي في وطننا، يعني وتكون هناك انتخابات حرة يرغب بها المواطن الجزائري. يعني لماذا بالفعل ألا يستحق الشعب الجزائري مثل ما حدث مع الشقيقة تونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي الضيوف وأحيي يعني المشاهدين الكرام، وبدء أولا نقوم بتهنئة الشعب التونسي على استكمال المسار الديمقراطي. وأظن أن تونس قد دخلت التاريخ من بابه الواسع، بحيث منذ 2011 بدأت شرارة الثورة في تونس وشرارة التغيير إلى الأحسن، ومن 2011 حتى 2019 ها هي تونس دائما على نفس المسار، على نفس الاختيار السياسي والاجتماعي المتمثل في قيام دولة ديمقراطية حقيقية. وفي الحقيقة إن التجربة التونسية تجربة مبهرة وتجربة وحيدة من نوعها في الوطن العربي، ونتمنى أن كل وطن عربي يحذو الشقيقة تونس. ما أراه أن تونس بعد يعني الاستقرار السياسي، وبعد أن الشعب التونسي أظهر نضج سياسي كبير جدا وكرس اختياره الديمقراطي وتمسك باختياره الديمقراطي كونه الوحيد لكل المشاكل الاجتماعية والسياسية، نتمنى أن خلال 10 سنوات القادمة سيكون هناك ثورة اقتصادية وإقلاع اقتصادي في تونس، ونتمنى أن تكون تونس إن شاء الله سويسرا الوطن العربي في النمو والازدهار والتقدم التكنولوجي والثقافي، وأنا متفائل بذلك إن شاء الله. نعم أستاذ نور الدين مزهود، نعم لنتحدث قليلا عن اليوم، يوم الطلبة، باعتقادك كيف ستكون الرسائل اليوم، خاصة بعد المصادقة من قبل مجلس الوزراء على قانون المحروقات؟ والسؤال الأبرز هنا، يعني ما سبب رفض الحراك لمشروع قانون المحروقات؟ يعني أين يكمن حجم الخطر من تطبيق مثل هكذا قانون برأيك؟ لا يعني الشعب الجزائري عنده من نضج ومن الحنكة السياسية ما يجعله يعني محصل من جميع المناورات، ويعني من جميع المناورات التي تحاك ضده وضد بلده وضد مستقبل بلده. وقانون المحروقات هذا في الحقيقة يعني عنده تاريخ، بحيث أن في العهدة الأولى لبوتفليقة كان من المفروض أن يمرر هذا القانون تقريبا نفسه بنفس البنود ونفس الشروط، وأنا ذاك وقف الكثير من الأحزاب السياسية وقفت بقوة يعني إجبار نظام أنذاك نظام بوتفليقة من التوقف على ذلك هذا القانون الذي يبيع ثروات الوطن إلى الإمبريالية العالمية. وبعد نحن نذكر مليح بعد مجيء شافيز إلى الجزائر، طلب شافيز من الحكومة الجزائرية ومن الرئيس بوتفليقة أنذاك الرئيس المخلوع بيعني عدم تمرير هذا القانون وعدم المصادقة على هذا القانون، وكان ذلك وبذلك كان جو هناك من القانون اللعين. اليوم في 2019 وبعدما أن الجزائر تشهد ثورة، تريد هذه الحكومة الغير شرعية على كل حال أن تمرر هذا القانون، واللي هو قانون يبيع ثروات الجزائر إلى الشركات الأجنبية، بحيث أن الوزير يقول أننا تشاورنا، يقول هذا ما يقوله الوزير يعني جوستيف وش يقول المينيستر، يقول أننا تشاورنا مع شركات عالمية حول يعني من أجل للابوراسيون تحاد قانون المحروقات. أي عقل أن يعني وزارة ووزير تشغيل تصريف أعمال
يقوم ب بتمرير او محاوله تمرير او اقتراح هذا القانون الخطير جدا للمصادقه على البرلمان. نعم استاذ نور الدين مزهول، تساؤلك في محله. دعني اشرك معنا الاستاذ عبد الله الرافعي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من اسطنبول. بالفعل سيدي الكريم، الا تحتاج الظروف ان تكون اكثر استقرارا للعمل على تنفيذ هذا المشروع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. بهذه المناسبة أن أوجه تحية حارة لأهلنا في تونس، هؤلاء البواسل الذين أثبتوا أن فعلا الإجابة تونس وأن تونس رائدة الأمة نحو التحرر. ما فعله إخواننا الأمس في تونس أنهم وجهوا صفعة قوية إلى حملة المناشير، وجهوا صفعة مؤلمة. يعني أقول أصحاب الصناديق أمس، أصحاب صناديق الانتخاب وجهوا صفعة قوية على وجوه أصحاب صناديق الموت وتوابيت الموت. عودا إلى سؤالك الكريم، العصابة الحاكمة، لما نقول أن العصابة ما زالت قائمة بنفس الممارسات وبنفس الأساليب على غرار آخر ما ذكره ضيفك الكريم، أنه عذر الوزارة أو هؤلاء الرهط المفسد، عذرهم كان أقبح من الذنب نفسه. لما يقول أننا تشاورنا في هذا الشأن الذي هو داخلي، يرهن مقدرات الأمة للأعداء ويبيع الجزائر ويرسم بيعها، يقول أننا تشاورنا فيه مع القوى الأجنبية ومع أطراف خارجية. منذ متى كان الشأن الداخلي ومستقبل الأمم يقرره الأجانب؟ هذا واحد. ثانيا، أنه كل ما حدث في الحقيقة هو رشوة صارخة فاضحة قدمتها العصابة الحاكمة أو بقاياها ممثلة في القايد صالح والزمرة الأوليغارشية العسكرية التي تحكم معه، وجهوها إلى الغرب في مقابل أن يشفع لهم ذلك للبقاء في السلطة وإعادة تلسكر نفاياتهم السياسية وإدامة عمر هذه العصابة الحاكمة. القايد صالح يعني كما يقال عند جمهور الرياضيين أنه سجل قبل صفارة الحكم حتى يحتسب الهدف وتفوز العصابة. الهدف هو أنه منح للغرب ما ولقوى الاستكبار العالمي ما تريده قبل أن يموت أو يقال. نعم. أو تقال هذه الحكومة أستاذ. تحت الضغط الجماهيري الشعبي. نعم. لأنه لو بتفحص بسيط أو بنظرة عابرة على ما جاء في قانون العار، هذا قانون بيع الجزائر، قانون حرق أو قانون تأميم، قانون المسروقات أو تأمين المسروقات إنجاز التعبير، لأنه ما حدث في الجزائر لو عدنا قليلا نحو التاريخ سنة 71 بومدين أمام المحروقات في 2005، ذلك الجاسوس الأجنبي المخلوع بوتفليقة حرق التأمينات، واليوم كان القايد صالح ليكمل هذه الجريمة ويؤمم المسروقات لصالح الغرب. أستاذ عبد الله الرافعي، أرجو أن تبقى معنا، سنذهب مباشرة إلى هذه المسيرة في بجاية حيث بدأت الاستعدادات وبدأ انطلاق المسيرات في أكثر من ولاية في الجزائر. نذهب إلى جانب من هذه المسيرات في بجاية الآن. الثلاثاء 15 اكتوبر، مسيرة طلبة 34،
إذن مسيرة الطلبة اليوم من بجاية تابعناها قبل قليل. عودة للأستاذ نور الدين مزهود، وعذرا تأخرنا عليك، أعرف أن وقتك ضيق. سؤالي لك، ونتحدث أيضا عن قانون المحروقات. يوم الجمعة الفائت في الجمعة 34 قالها شباب الحراك بكل صراحة: نحن نرفض هذا القانون. ويوم الأحد وكان هناك مظاهرات ملفتة، لم يكن أحد يتوقع مثل هذا الحجم من المظاهرات، يجوب الشوارع في ولايات عديدة وأبرزها العاصمة طبعا، رفضا لقانون المحروقات. برأيك في ظل مناخ سياسي متأزم وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد، ما هو مؤشر مناخ الاستثمار في البلاد؟ يعني اوافق فيما يخص قانون المحروقات، لانه هذا قانون اخطر قانون في تاريخ الجزائر. نحن لا نعرف، يعني والشارع يتساءل لماذا العجله؟ علامة استفهام كبرى، لماذا العجله؟ الا يريد النظام ان ينظم الانتخابات في شهر ديسمبر؟ يعني مازال شهر ونصف، فلينتظروا حتى نرى هل ستجرى هذه الانتخابات، وبعد ذلك سوف نرى مع قانون المحروقات. اذا هناك علامه استفهام كبيرة جدا وجدا وجدا، لماذا الآن يريدون تمرير قانون الانتخابات؟ موازنة مع قانون الانتخابات، هناك قانونين خطيرين يريد يعني يعرضهم مع البرلمان، هو قانون التقاعد الذي سوف يؤدي إلى إفقار الأسرة الجزائرية، لأن فيه يعني ضربة ورفع الدعم إلى 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 إلى, إلى, إلى العامل الجزائري، ضربة في الصميم. إضافة إلى ذلك قانون المالية. إذا كل القوانين الغير شعبية وكل القوانين التي تمس يعني كرامة الجزائري وكل القوانين التي تمس سيادة الدولة الجزائرية يريدون تمريرها الآن في برلمان مطعون في شرعيته. بالنسبة إلى مناخ الاستثمار، نحن نعرف أن الجزائر يعني مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا، ولكن في الحقيقة لو يكون هناك تضافر ويكون هناك إنجاح وتدعيم للثورة السلمية في الجزائر، الثورة الحضارية في الجزائر، تأكد أختاه أن هذه الأزمة الاقتصادية لن تؤثر على الجزائر، ولن تؤثر لا على استقرارها ولا على أعمالها ولا على اقتصادها ولا على يعني الجانب الاجتماعي. عندما يكون هناك تضافر بين السلطة وبين الشعب سوف نقتسم هذه الأعباء، سوف نقتسم هذه الأزمة الاقتصادية مع بعضنا البعض، ونقوم بحوكمة الدولة في الجزائر وترشيد النفقات، وسوف نتقاسم رغيف الخبز بين الغني والفقير ونتجاوز هذه الأزمة بكل سلام. بالنسبة للاستثمار، يعني مناخ الاستثمار، هناك العديد من المؤشرات. مثلا قطاع البناء قد تراجع بشكل رهيب في الجزائر، وانت تعرفي ان في الاقتصاد ان قطاع البناء اذا كان يسير جيدا فان كل الاقتصاد سيسير يكون يعني مؤشر ايجابي على صحه ذلك الاقتصاد. الكثير من القطاعات، التجارة، في العمران، في الأشغال العمومية، كلها تراجعت بسبب يعني بوادر الأزمة الاقتصادية. بالنسبة للاستثمار، هذه أكبر كذبة. ما دام احنا ما عندناش نظام ديمقراطي ودولة قانون ودولة مؤسسات، فلن يأتي أحد للاستثمار في بلادنا. الاستثمار ورأس المال كما يقال في الاقتصاد هو جبال. رأس المال يمشي عندما يكون هناك ضمانات يعني أهمها الاستقرار، دولة قدو. نعم الاستقرار، وكذلك عندما تكون دولة فيها دولة مؤسسات، أن العدالة تكون مستقلة، الإعلام يكون مستقل، ما كانش الفساد، أن تلك الدولة تحارب الفساد وتحارب الرشوة. فهذا المناخ يؤدي إلى يعني قدوم الاستثمار. وإحنا والله مطمئنين لو تنجح الثورة الجزائرية، تأكدي سيدتي أنها ستدخل على الخزينة الوطنية مئات الملايير إلى الجزائر. كل الدول تريد المجيء للاستثمار في الجزائر. هناك قوة شغيلة يعني كبيرة جدا، هناك يد عاملة مؤهلة، هناك جامعات، هناك طرقات، هناك موانئ، موقع استراتيجي. فقط كل ما نريد هو حوكمة الدولة والمرور مباشرة إلى نظام ديمقراطي، نظام تاع مؤسسات، أين لا مكان فيه للفساد ولا للرشوة. إذا في كل هذه الظروف لا نستطيع أن نتكلم عن استثمار، ولن يأتي أحد، بل أن القوى الأجنبية كل ما تريده الآن ولن تسطو على ثروات الجزائر،
تعرفي سيدتي الكريمة أن عندما تتفحص قانون المحروقات فإنه ضمن الشركات الأجنبية يعني امتيازات خيالية، بأتم معنى خيالية، 35 سنة من التنقيب، معفاة من الضرائب، معفاة من كل يعني لشارج راهي معفاة منهم، وحتى يعني في حال فوز الثورة الجزائرية أو نجاح الثورة الجزائرية فإن الحكومة الشعبية القادمة أو الرئيس المنتخب سيجد نفسه مكبلا، لأن هذه تعتبر اتفاقيات دولية. وبحساب يعني بسيط، فعندما نقيم برميل البترول ب 60 دولار على 35 سنة، ففي حالة ما أظن نفسخ تلك العقود مع هذه الشركات الإمبريالية العالمية والصهيونية العالمية، فسنكون مضطرين إلى دفع حوالي 600 مليار إلى هذه الشركات لفسخ هذه العقود بالتراضي. إضافة إلى ذلك قانون البحث والغاز الصخري الذي يعتبر يعني ضربة موجعة لاستقرار واقتصاد وثروة الجزائر، كون أن الجزائر تحتوي وهذا معروف تحتوي على أكبر بحر من المياه العذبة الجوفية في العالم. هذا البحر من المياه في الصحراء الجزائرية يكفي الجزائر 3000 سنة، يعني لو يكون هناك استغلال لهذه المياه الجوفية ستكون الجزائر من أكبر البلدان الزراعية في العالم والتي ستضر مالك دولارات الاقتصاد الوطني. ولكن هيهات 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 هيهات، والسؤال مطروح وعلامات الاستفهام يعني مطروحة حول هذه القرارات العرجاء، حول هذه القرارات الغير شعبية، حول هذه القرارات التي تضع استقلال وسيادة الجزائر على المحك. شكرا جزيلا للأستاذ نور الدين مزهود الأستاذ الجامعي من قسنطينة على هذه المشاركة والمعلومات المهمة. أستاذ عبد الله الرافعي، رأيك بما تفضل به الأستاذ نور الدين مزهود؟ الكثير يشاركه الرأي أنه هل الجزائر مستقرة فعلا سياسيا ولها رئيس منتخب وحكومة شرعية حتى تذهب إلى هذا الخيار وإلى مشروع قانون جديد للمحروقات؟ ما قامت به العصابة الحاكمة لا يناقش في سياق نظري علمي قانوني إجرائي، لأنه إن نوقش في هذا الشكل فهو جريمة متكاملة الأطراف، لا يعني لا لبس فيها. المفروض أننا الآن لما نشوف أن حكومة تصريف أعمال لا يحق لها اتخاذ قرارات مصيرية استراتيجية حاسمة بهذا الشكل في تحت حكم رئيس مؤقت نظريا لا يحق له هذا، فبالتالي الحكومة غير شرعية ومرفوضة من قبل الشعب والرئيس مرفوض من قبل الشعب، فلم يجدوا فرصة أحسن من هذه. هم ما فعلوه الآن أو ما فعله يعني على وجه الدقة القائد صالح والكمشة الجنرالات التي معه، أنهم أعادوا تأكيد نظرية أن الغزاة يجلبون أن الطغاة يجلبون الغزاة. أنا بالله أسأل سؤال عام وكبير، ما الفرق ما بين ما يصنعه الأسد بسوريا التي حولها إلى ملعب كبير تتصارع فيه القوى الإقليمية من أجل ضمان مصالحها، بينما يقف هو متفرجا لا يحكم شيئا، يعني فيه مصالح خضعتها تركيا ومصالح روسيا ومصالح إيران ومصالح الكيان الصهيوني. نفس الشيء ما قام به سيسنياهو في مصر عقب انقلابه حينما باع صقور الغاز الشاسعة في المتوسط وتنازل عنها لفائدة قبرص، وباع جزيرتين يعني لإسرائيل من خلال ما يسمى بالعربية السعودية. فهذه كلها يعني أعمال في المبدأ تتشابه لا تختلف عن بعضها البعض، المهم أن هؤلاء الطغاة يريدون أن يرشوا القوى العالمية لتسكت عن جرائمهم ولتبقيهم في السلطة أطول مدى ممكن. فما تكلم عنه الأخ من رحم قدرات الشعب الجزائري، المصيبة أنه حتى لو انبثق نظام وطني في حال ما تمت مرر هذا القانون، ولا أظن أن برلمان مثل البرلمان الجزائري ما يصطلح عليه برلمان الحكافات وتجار المخدرات سيستطيع أو بإمكانه أو له الجرأة أن يلغي هذا القانون أو يسقطه، فبالتالي أصبح أمرا تقريبا في حكم الواقع، وبالتالي من الصعب جدا
إذا قلنا أنه إذا مر هذا القانون فالخلاص من تبعاته وإنهاؤه وإسقاطه وإبطاله هو لا يختلف عن إعادة سوريا لما كانت عليه وتوحيدها واسترجاع سيادتها، ولا يقل أيضا صعوبة عن استرجاع جزيرتي تيران وصنافير بالنسبة لأهلنا في مصر أو حقول الغاز. نعم. التأكيد الآن أن هؤلاء العملاء، هؤلاء الطغاة هم من يجلبون الغزاء إلى أوطاننا، هم من يجعلون بلادنا مشاحن وممتلكاتنا مشاحن من أجل أن يبقى هو في السلطة سنوات قلائل ويتحصن من الغضبات الشعبية ومن الملاحقات الشعبية، يبيع كل ما تملكه هذه الدولة وكل ما يملكه هذا الشعب. الآن ربما من منن الله علينا أن هذا الأحمق، هذا العجوز المزمهر الذي يسمى قايد صالح، منح يعني سببا آخر وعزز الغضب الشعبية ودفع بالشعب الجزائري إلى الخروج. والدليل ما لاحظناه يوم الجمعة، حيث أنا حسب رأيي وحسب ما وصلني من أخبار من الجزائر من الداخل، أظن أن جمعة 13 أكتوبر كانت ثاني أكبر جمعة تعدادا في الشارع بعد جمعة 15 مارس. هذا يعني الحمد لله الغباء جند من جنود الله، فبغبائهم يشحنون النفوس أكثر ويعززون هدف أو أسباب تحقيق هدف الاستقلال التام. لما كنا دائما نقول أن الجزائر قضيتنا كشعب جزائري هي قضية تقرير مصيره وقضية تصفية استعمار، نحن الآن نقف عليها يعني دون مقياس، نقف على الوجه القبيح للاستعمار الذي لا فكك منه ولا حل أمامه إلا بتصفية هذا الاستعمار كاملا من خلال وكلائه. القائد صالح الآن أوقعنا في يعني ما هو أصعب من أيام بوتفليقة وأيام جنرالات فرنسا، لأنه على الأقل أيامها كنا نعرف أننا عندنا مستعمر واحد ينهب ثرواتنا ويتحكم في زمام أمورنا هو برئيس. اليوم الجزائر أصبحت كما يقول أهلنا في مصر سداح مداح، يعني للإمارات جزء ولأمريكا جزء ولفرنسا جزء، ولا أستبعد أبدا دخول يعني أن تدلي روسيا بدلوها وتغرف ما تشاء وبريطانيا في وقت لاحق وغيرها. فبالتالي أقول أن القائد صالح عمليا يريد ضم الجزائر إلى مجموعة قطيع الأنظمة أو الدول الدحلانية ممثلة الآن في مصر وفي عملاء في ليبيا ما يسمى بحفتر وعصابته. ولابد لهذا الشعب أن يعرف مثلما تونس الآن أعطت نموذج التحرر وأعادة بعث الثورة من جديد والمد الثوري من جديد ووضعت إطار الديمقراطية على سكته الصحيحة، لابد للجزائر بل مفروض عنها ورسالتها التاريخية والإنسانية أمام الشعب العربي كله أن تضع قطار الثورة من جديد على سكته الصحيحة. وإذا تحررت الجزائر يصبح لدينا مشروع تحرري كامل في الجزائر ضد الاستعمار يسانده ويعززه مشروع ديمقراطي وليد في أجمل صوره عند تونس. يومها سنفك الخناق على الشعوب العربية الأخرى، أهلنا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر، ونبعد فلسطين تجديد بعث الأمل أستاذ عبد الله وفي فلسطين أيضا. طبعا فلسطين في القلب، لأنه هذه خاصة فلسطين هي القضية التي ترب يعني داس بها العملاء على رقابنا، هي التي شرعنوا وجودهم، هي التي ذبحوا اتخذوها كمشجب لكل خطاياهم وذبحوا بها الشعوب وأذلونا من خلال كذبة تحرير فلسطين. كنا نسمع طاغية يقول سنرمي إسرائيل في البحر فإذا به يحمل السلاح ليقدم الأقصى الشريف هدية للكيان الصهيوني ونده على الناحية الشرقية يقدم الجولان. فبالتالي هذه الكذبات وهذه الترهات، الشعوب العربية هي من تحرر أراضيها، هي من تحرر بعضها بعضا، هي من تمد الأمل
وتتبادل يعني اعطاء ذروات الامل فيما بينها وليست لعصابات الحاكمه، لان العصابات الحاكمه هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، وان تسموا باسمائنا وحملوا بطاقات هوياتنا وباسبوراتنا، لكنهم في النهايه وفي واقع الامر لا يمتون لنا بصله، لان مسارهم في الحياه، مسارهم في النشاط السياسي، افكارهم، مبادئهم كلها معاديه لنا. نحن الامه العربيه الان تحت الاستعمار بالوكاله، وهو اقوى واوسخ وافظع انواع الاستعمار، لانه لما يستعمرك، نحن دائما كنا نقول في الجزائر انه ثورتنا التحريريه التي دفعنا فيها مليون ونصف المليون شهيد دماءنا كانت اهون، لاننا من كان يقتلنا هو جاك وموريز، بينما في انقلاب 92 لما اصبح عملاء جاك وموريز يقتلوننا تحت مسمى بذيء كان يكتبه الفرنسيون في اعلامهم، ويقولون محمد تي محمد، محمد يقتل محمد، هذه هي المره، هذه التي وقعها على النفس يعني شديد جدا. الان لحد الان الحمد لله الجزائريون متمسكون بسلميتهم، وكما نردد دائما تلك المقوله الجميله للمرشد مرشد الاخوان في مصر محمد بديع فك الله اسره، السلميه اقوى من الرصاص واقوى من الدبابه، لكن السلميه لابد لها من الوعي واحد ومن التوحد اثنين. نحن الان مثلما نريد استرجاع ثرواتنا لابد ان نحافظ على الثلاثيه المقدسه عند كل جزائري. الثلاثيه المقدسه هي وحده التراب الوطني، وحده الجيش الوطني الشعبي، ووحده الشعب. ما دمنا متمسكين بهذه الثلاثيه المقدسه، نعم، وذاهبين يعني ماضينا قدما نحو التحرر، سننجزه وان تاخر قليلا. شكرا جزيلا استاذ عبد الله الرافعي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. وقبل ان نستمر في الحوار مع باقي ضيوفنا الاكارم، اسمحوا لي نذهب الى هذا الفيديو الذي جاءنا قبل قليل، حيث التواجد البوليسي المكثف في العاصمه ومحاوله حصارها، نتابع. الو الشرطة، استعدادات الشرطة لاضطهاد الطلبة اليوم الثلاثاء. هو بمعنى الشرطة، استعدادات الشرطة لاضطهاد الطلبة اليوم الثلاثاء. هو بمعنى إذن حتى يأتينا المزيد من الفيديوهات، هذا وصلنا قبل قليل اليوم. نذهب إلى الأستاذة يمينة مغراوي القيادية النقابية من الجزائر، أهلا ومرحبا بك معنا سيدتي الكريمة. صباح الخير. صباح الأنوار، أهلا وسهلا بك. هناك الكثير من المستجدات على الساحة الجزائرية، منها المصادقة على قانون المحروقات قبل يومين فقط. اليوم هو يوم الطلبة، يعني اليوم الطلبة في ثلاثائهم 34 بدأوا يخرجون إلى الشوارع. شاهدنا قبل قليل بجاية بدأت في خرجت في مسيرة قبل قليل. باعتقادك، ما هي أبرز الرسائل التي يحملها الطلبة اليوم تحديدا فيما يخص قانون المحروقات؟ صباح الخير أختي. صباح الأنوار. صباح الخير لكل مشاهدين مغربية. أهلا بك. شكرا على الاستضافة. ما قبل ما أتكلم على ما يوقع الآن، أود أن أقول بأن ما يجري الآن من طرف النظام هو باغي يوصلنا باش نندموا، باغي يخلينا نندموا على النظام السابق، معناته باغي نندموا على زمان السيئة، راه باغينا نندموا على راس الزيغ للدوله الخامسه، يعني هذا ما شفناه صرا، هذا ما صرا في تونس، عندما رجعت النهضه، عندما رجع النظام القديم تحت جلد اخر، هذا ما صرا في مصر عندما رجع السيسي بعد الثوره المصريه. هذا هو الشيء اللي راني ساعديه، حتى
تم هذا التهمة حتى تتم هذا 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 الناس الأشرار اللي حاكمين البلاد يدخلوا مخالبهم أكثر على ثروات اتحاد البلاد هم أساساً الثورات الوطنية الجنسية المحمية دستورياً المحمية دستورياً الدستور يحمل في طياته إن الخطاب إن الثروات الجوفية ما فوق الأرض تحت الأرض بالفرنسية تسمى لغشاش السوطال معناتها لن يتم رهنها أو حتى خصخصتها أو رهنها عكس ما يقوم به الآن هذا النظام. إذا هذا هو القصد يحاولوا أن الشعب يرضخ ويذكر ويندم ويتمنى حتى ترجع عصر بوتفليقه. هذه من جهه لانه ما نشوفه به اليوم لانه ظاهر نشوفه اليوم ظاهر بان العصابه انتصرت على عصابه اخرى ليس الا وما فيش تغيير. وانا اليوم نبغي نفهم انا جتير لا سونيل دي لارميانات اللي كانت فرحانه بالمنجل اليوم المنجل اصبح يمثل في الثروات الوطنيه. ما رايكم ما هو شيء ما هو الموقف بتاعكم اليوم عندما تصبح تصبح ثروات اللي 98% اساسا يرتكز عليها الاقتصاد الجزائري الاقتصاد الوطني يعني مرهون الان مرهون على مده طويله اكثر من 30 سنه معناها اجيال ومصير اجيال واجيال اليوم رايحين يغادروا بهم ورايحين يكسروهم مصيرهم والمستقبل معناتها الرهن المستقبلي الحاضر والمستقبل هذا هو الخطر الزوم. حتى الناس اللي كانت ترحب وفرحانة وترحب وتهلل بالمنجل تعرف اليوم المنجل بأنه المنجل انقلب واصبح منجل في الثروات الوطنية اللي مرتكز عليها الاقتصاد. احنا لأننا احنا كنا عايشين أوسط الجزائريين من هذا النصر لأن النظام العاشر النظام المستقبل ما بناش اقتصاد ما بناش لانجستري اللي تدير النمو الاقتصادي ما بناش ثروات ما بناش اقتصاد عصبي ما بناش باقي قاعد غير بزنسة. أستاذة يمينة مغراوي أرجو أن تبقي معنا هناك صور مباشرة جاءتنا من العاصمة حيث بدأت تجمع في مظاهرات الطلبة اليوم نتابع. هذا اليوم مباشرة من العاصمة أستاذة يمينة مغراوي يا للعار العاصمة تحت الحصار يبدو أن هناك تجديدات أمنية لمنع المتظاهرين من التجمع باعتقادك هل سيشهد اليوم اعتقالات أيضا كما حصل في الأيام القليلة الماضية على الرغم من الاعتقالات الكثيرة التي طالت نشطاء في الحراك يرى البعض أنه الحراك الآن ما زال مستمر ولم يثني الطلبة أي شيء عن الاستمرار في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم رأيك بصورة الوضع اليوم هو أكيد سيكون
كيف يكون فيه استقالات، لانه حتى وقتنا هذا حتى اليوم ما كانش فيه تظاهرات من غير قمع، يعني ابسط تظاهره تنتهي بالقمع، يعني القمع اصبح ممنهج، يعني اكيد القمع اصبح ممنهج. الشيء اللي بدنا نهتز به هو انه طلب وعيون اليوم طلب واحد النوع من الوعي اللي فات بكثير كثير وعي او فكره الناس اللي قاعده تحكمنا وتسيرنا. يعني الطلبه اليوم سمحوا لهم ولهم رؤيه مستقبليه، لهم نضج، وبفضلهم، لانه كما تخفش لاي واحد لو هذه السلميه استمرت الى يومنا هذا، لانه الشباب والطلبه احنا فيهم حافظوا عليه، وكل واحد منهم يعني دار مجهود حتى تبقى هذه السلميه. يعني نحتز كما يحتز كل الشعب الجزائري الشبابي، الحمد لله يا ربي اللي بنطلع بالشباب بهذا النوع. طبعا هذا هو اللي نقوله في الاول. وثانيا يعني ماشي بالنسبه للجزائريين، لانه الابطال والشهداء والناس اللي طيحوا الحلف الاطلسي في التوم بيروتون سيتي الفن، هذا الشباب اللي راه واقف اليوم كل يعني الشهداء وعلينا اخوات كل الناس اللي كانوا اللي خلونا نطلع ونطرد الاستعمار كانوا في هذا السن في هذا العمر. إذا ماشي غريب للجزائريين، ماشي غريب للجزائريين، وحرنا لازم نعترف لهم بأنه معجزة السلمية هي في الجزائر. معجزة السلمية هي في الجزائر، الحمد لله. نعم. هذا اللي خلنا، هذا اللي راهو مخوف، اللي راهو مخوف النظام واللي مخوفهم. نعم. هذا اللي باغي يتكسروا، هذا اللي له هذه الشحنة اليوم. نعم. الشحنة اليوم غضبهم اليوم على هذا الشباب اللي عرف كيف يقوم بثورة ويحتفظ على الثورة ويسير الثورة، والثورة تبقى مستمرة رغم كل المحاولات، لأنه حاولوا مع كل المحاولات. نعم. من قمع وضرب وشد واعتقالات يعني كل ما كل التهديدات كل الرعب. نعم. حاولوا الان يحوسوا يزرعوا الرعب. الاعتقالات هي محاولة زرع الرعب، حتى يزرعوا الرعب والخوف حتى كل واحد يدخل في داره. هو ما مش عارفين باللي وقت الخوف راح. الحمد لله يوم 22 فبراير احنا قضينا على الخوف، الجزائريين قضاوا على الخوف، الجزائريين انتصروا على الخوف، واليوم ما نعرفوش الخوف، نعرفوا الاستمراريه في النضال والاستمراريه في التضحيات. اكيد كنت مع هذه التضحيات، لان كل واحد عنده نوع من التضحيات يقدمها حتى تستمر هذه الثورة وحتى ننتصر إن شاء الله. نعم، أستاذة يمينة مغراوي، ونحن نتحدث عن المعتقلين تحديدا من تم اعتقالهم وهم في المظاهرات السلمية، يعني المجاهد الأخضر بورقعة ذكر عن لسانه بأنه يرفض إطلاق سراحه إلا بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون أي استثناء. هذه آخر التصريحات، وهناك أيضا معلومات عن إضراب جماعي لبعض المعتقلين عن الطعام. في هذه الأشواق الملبكة حقيقة الطلبة أيضا يطالبون بإطلاق سراح كافة المعتقلين. إلى أي مدى اليوم أيضا سنسمع عن مطالبات مشابهة؟ شوفي، هو كل مظاهرات الجمعة وكل مظاهرات الثلاثاء الطلابي كان فيها الإلحاح وكان فيها الإلحاح بالشعارات
حتى يطلق سراح المسجونين وعلى راسهم الاخضر بورقعه. موقف الاخضر بورقعه هذه موقف شهر، هو موقف معروف بمواطن سيدي انه قائد من القياده القلال، يعني من القادات القلال اللي قدروا يبقوا في وقتنا هذا مضاف وانتائج، يعني معناته هو مواقف من هذا النوع ما يجينا الا من عند انسان مثل الاخضر بورقعه. نعم أستاذتي الكريمة، لابد من الحديث عن تونس، يعني الجزائريون يقولون ما الذي ينقصنا نحن كجزائريين لأن نخوض تجربة ديمقراطية حقيقية مثل ما فعلت الشقيقة تونس. أولا نهني أخواتنا التوانسة على نجاحهم في الديمقراطية. برك قصت وجدان فكرتيني يعني موضوع مهم جدا، وهو رئيس تونسي المنتخب صرح بانه رايح يزور الجزائر. وهنا السؤال مطروح، كيف يزور الجزائر ورايح يستقبل من الناس اللي رافضين هذا الشعب، وناس اللي طاغية على هذا الشعب، ناس اللي تحتقل في هذا الشعب، ناس اللي يعني هو اللي خرجته الديمقراطيه هو النظيف، رايح يجي اليوم يستقبل من طرف نظام رسمي اللي راك تعرف فيه رسميا، يعني هذا غير معقول. احنا مرحبا بالرئيس. ما زالت التجربه في بدايتها سيدتي الكريمه، ونامل من تونس طبعا كل الخير للاشقاء في الجزائر. شكرا جزيلا للاستاذه يمينه مغراوي القياديه النقابيه من الجزائر على هذه المشاركه. نبدا بفتح الخطوط امام المشاهدين الاكارم، ومعي الاخ رفيق من تيزي وزو. السلام عليكم اخي. لو سمحت نقص من صوت التلفزة من فضلك، اسمعني من الهاتف أخي رفيق. انقطع الاتصال. معنا اتصال من الأخ محمد من خميس مليانة. أهلا وسهلا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. حاب نشارك معكم في شيء اللي صار في الجزائر، والله غير تفضل. وعجب على هذا الناس هذول واش راهم يديروا هذا الشعب هذا. والله لا غير من عمرنا انا غايرين من تونس، واش صار في تونس سوى انتخابات حره ديمقراطيه، واحنا بلادنا واحنا خير من تونس في كل الامكانيات، في الرجال في كل حاجه. نعم. على هذو الضباط هذو الضباط فرنسا. مع احترامنا للشعب التونسي الذي يستحق كل الخير ويستحق الاستقرار طبعا. حقيقة حقيقة ولكن احنا طايرين احنا جزائريين نقولوا علاش احنا ما نديروش كما هو، صحيح الضباط ما يديروش. صحيح. نعم اخي. سؤال في محله. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا. لنذهب لمتابعة جانب من المسيرات في العاصمة اليوم.
إذن مشاركة واسعة لعدد كبير من فئات المجتمع، كبار وصغار، نساء ورجال وطلبة طبعا في الصدارة اليوم. معنا الأستاذ الأخضر من الواد، أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الأخت، حبيت نهدر لك. أنا عايش في الصحراء، نعم، 34 سنة، نعم، وعلى بالي قانون المحروقات وحكم وشرع العصابات. هذا اللي راح نهضر عليه. نعم صح. ما كانش مؤسسة في الجزائر، ما فيهاش مسؤول من الدولة. هما داروا هذه حكم هذا قانون المحروقات. نعم. داروه من اجل باش يبعدوا المؤسسات تاعهم من امام الرئيس اللي جاي، خاطر مش عارفينه. سمعت؟ خاطر كل مسؤول في الجزائر عنده مؤسسات في حسن مسعود. منهم حمروش عنده مؤسسه يقولوا لها مستقبل، هو اللي حطهم سنتيال. نعم. لكن اليوم كاين جوج حوايج نختلف عليهم. كان العصابه حد تابعوا لها وحكموا لها ب 15 و20، وهي قانونها اعدام، وحطوها قدام الرئيس باش يستناو الادراس. هذه تكليف. سمعت؟ خاطر لا، اليوم باش تشارع الانسان حطم الجزائر وحطم البلاد والعباد، والشيء اللي صار لنا احنا في 10 سنين ما صارش لفلسطين 48 مستعمره. انت معايا؟ نعم، أشكرك شكرا جزيلا. نعم. أخ الأخضر من الواد. نذهب إلى تيزي وزو. أخي رفيق، السلام عليكم. رفيق، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي رانا صامدون حتى يطيعوا صحاب البرلمان هذو، والقانون هذو تاع المحروقات هذو اللي يسموه الحكومة هذه غير شرعية. ألو. نعم، أنت على الهواء، تفضل أكمل. القانون هذا تاع المحروقات، على الحكومة هذه غير شرعية، بغات تبيع البلاد. نقول لهم احنا رانا صامدون حتى يطيحوا البرلمان هذا تاع الخرطي تاع لافالون ولا راندي. ونقول واحد الحاجة للشعب تاع العاصمة في ولاية تيزي وزو، راهي في إبرام تاع لي زيتيديو وشوية تاع ليكول كامل، إن شاء الله يتبعونا 42 ولاية. نعم. اللي راه يجمع فيا ولاية تيزي وزو اليوم راهي في إضراب شامل. نعم. للمدارس الكل. نعم. وإن شاء الله يتبعونا 48 ولاية هذه، راني نستناو يتبعونا كاع حتى يخرجوا لي زيتيديو. هذو راهم في الحبس، راهم خاوتنا وهذوك الطلبة. إذا ولاية تيزي وزو اليوم تشهد إضراب شامل، قلت لي. شامل. كامل المدارس تاع تيزي وزو الابتدائي المتوسطه والثانويه راهم في اضراب. اضراب شامل، ان شاء الله يتبعونا كاع الولايات كاملين في الجزائر. شكرا للاخت الكريمه. شكرا جزيلا. شكرا على اتصالك. الاخ احمد من بوفريك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك اختي الكريمه. الله يخليك، خليني نكمل كلامي. ارجوك. تفضل. الله يجزيك أختي الكريمة. تقريب 9 أشهر والشعب ينادي بالتغيير الجذري، وهذه الزمرة لم تستجب لهذا المطلب الشرعي القانوني. رغم تنمية هذه الثورة المباركة، ماذا تريد هذه الزمرة؟ تريد إغراق هذه البلاد، لا سمح الله في وحل، ما دامت مصرة على الانتخابات التي يرفضها الشعب. أختي الكريمة، كانوا يقولون للشعب الشعب الأبي. أقول أين هو هذا الشعب الأبي؟ ألم يطالبهم بالتنحي؟ لماذا لم يستجيبوا له؟ هذا الشعب صبر 57 سنة واليوم قرر أن لا رجوع حتى تعود الكلمة إليه. قلناها مرارا، الشعب أصبح لا يثق في هذه الزمرة. لذا أقول إذا كانوا كما يدعون بحب الوطن، نعلم إلا أن يجنبوا بلدنا من مخاطر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ملاحظة أختي الكريمة، البعض يذكر ويقول، أنا أقول البعض يذكر ويقول الكفاءة، أنا أقول إذا كانت الكفاءة معناها التخصص العلمي مع الأخلاق، هذا يبني دولة. أما إذا كان غير ذلك أو غير هذا فهذا غير مقبول. وشكرا جزيلا أختي الكريمة. شكرا أخي أحمد من بوفريك. معي الأخ وليد من الوادي، أهلا وسهلا بك وليد. هل أنت معي؟
الو. اهلا وسهلا. وعليكم السلام اخي، تفضل. اشراكي اختي لاباس. الحمد لله، اهلا وسهلا بك. يا اخوي حبيت نشارك المغاربيه وندير رايي. ندي الراي تاعي، احنا رانا بربي ان شاء الله رايحين للانتخابات. نعم، انت سوف تشارك في الانتخابات؟ باذن الله، ويحيى القائد صالح، وتحيا الجزائر وتحيا الدوله الجزائريه. وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام. ناخذ اتصال من الاخ سامي من بلجيكا عبر السكايب. اهلا وسهلا بك اخي سامي، السلام عليكم. السلام عليكم اختي، واش راكم لاباس؟ الحمد لله، اهلا وسهلا، ربي معكم ان شاء الله. شكرا. واش نقول لاختي؟ اختي انا جزائري والقلب تاعي راه كيما كل جزائريين. نعم، رانا نتبعوا في الاحداث عن طريق القناه تاعكم اللي هي قناه الشعب الجزائري والعربي المسلم. الحمد لله الشعب الجزائري دوك واش نقول لك، ناس بكري قال لك راحوا قدوم السود وقعدوا كراين معيز. هذه هي. نعم. دوك المحروقات هذا راه ما نهضروش على المحروقات، حنا نهضروا على الحريه تاع الجزائريين، حنا كجزائريين وراي الحريه تاعنا. نعم. ورام الحقوق تاعنا. امال هذ الحكام هذو الله يهديهم، واحد يقول لك قايد صالح، واحد يقول لك ماهيش قضيه تاع قايد صالح هذه، ولا تاع هذه راه قضيه مصيريه، قضيه تاع مستقبل تاع امه كامله. اللي هي البعض يشخصن القضيه للاسف. نعم، البعض يشخصن القضيه، يشخصن، يعني هي ليست لها علاقه باسماء معينه بقدر ما هو له علاقه بمستقبل البلاد. احنا ان شاء الله نقول لربي واحد الصفوف تاع الجزائريين نكونوا متفاهمين، يكون التضامن، يكونوا متحدين، يكيدوا في تاتخ بيان اورغانيزي. وهذه السلميه اللي راكم كاتبينها عندكم من الفوق مليحه، ربي يكمل ان شاء الله تكون سلميه، زيدوا عليها سلميه ولا عنفيه، زيدوا عليها من تحت بالاحمر ولا عنفيه، لعله بلا كاين شي ناس مازال ما فهموش. وربي يهدينا ويهديهم، الله يجعل الخير ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. وعليكم السلام اخي سامي. معنا اتصال من الاخ معوش من بجايه، اهلا وسهلا بك. وبك اختي يا زول. اليوم تحكي. اليوم بجايه السباقه في المظاهرات. لا دائما السباقه. اكيد، بس اتحدث عن اليوم، اليوم يوم الطلبه. كل يوم سباقه، كل يوم صحيح. مسيره في بجايه في دائره وبلديه نتابع باستمرار. صحيح. لا، والنضال في بجايه منذ 62 ما توقفش. أولا تحياتي لك لزملائك ولكل أصحاب السلطة والقرار. شكرا. الجزائر، الجزائر يعني المنظمة السرية، قام حسين أحمد بعملية لبريد وهران باش يعني يجيب الأموال، وسي مصطفى بولعيد باع ممتلكاته ربي يرحمهم باش يجيبوا سلاح من ليبيا باش تنفجر ثورة، وقضية المخطط الفرنسي بشلو عميروش والشيخ بيوم الله يرحمهم. اليوم النوفمباريين يبيعوا البلاد، عملاء فرنسا الحقيقة. أنا نقول مشاريعهم تسقط عندما يسقطون. نحن انطلقنا في الثورة الشعبية السلمية من أجل إسقاطهم، تغيير جذري للنظام في الجزائر. نحن نبقى ثابتين في مسارنا نحو اتجاه هدفنا. وعندما يوقف شاب لازم يكونوا 100 معاه، وقفوا 100 يكونوا 1000 معاه. لازم نذهب لإضراب عام وللعصيان المدني لكي نحرر الرهائن والمظلومين في السجون. تحياتي ربيعكم. شكرا جزيلا، شكرا على المشاركة. الأخ سمير من إسبانيا، أهلا وسهلا بك. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. نحيي قناة المغاربية. شكرا. ونحيي كل الأحرار. شكرا لك. أختي حنايا الحكاية هذه تاع الجولة وجعلنا قلبنا أختي. حنا هذه حكاية بينا. من بكري من خرجت فرنسا خلاتها لي جينيرو، وحتى اليوم رانا هكذاك لي جينيرو داروا الجذور تاعهم بيا وما حبوش يروحوا. ان شاء الله كيما يقول لك يعني هذا تاع السلميه لازم تصعيد اختي. انا الراي تاعي لازم يكون تصعيد. ما كاين والو، ما نهضر في التصعيد، حجرونا في التسعينات.
اللي قتلوه قتلوه، اللي سجنوه سجنوه، اللي هجروه هجروه، وبعد اللي قعدوا الشباب جابوا لهم الدروكه يقتلوهم بالدروكه وما جاهم حتى اليوم، واللي قعدوا دوك الكبار والعاقل هذوك راح يقتلوهم تسمى هذوك غير بالقنطه، أن يعفسوا على قلوب الناس. وختي حاجه واحده اخرى، تونس مبروك عليهم، ولكن تونس ماشي حاجه كيما ما عندها حتى علاقه مع الجزائر. تونس ولا علاقه مع الجزائر، الجزائر نظام وحده في العالم. الجزائر نظام وحده في العالم. هذيك علاش نعرفوها ويعرفها كاع الناس. نعم، تقصد أن الأجواء مختلفة تماما. مختلفة تماما أختي، تونس تونس هي مثلا عمرها ولا كان عندها يعني عسكر يحكموا، احنا واضح لي جينيرو هما اللي حكموا من نهار فرنسا خلاتها لهم في يديهم ومازال لحتى اليوم، وعرفوا كيفاش يسيروها بالخبط، بالخبط خبط كبير. ولكن يبقى الأمل موجود في التغيير أخي الكريم، والعقبة للجزائر بكل تأكيد. شكرا على مشاركتك. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. نذهب إلى فنلندا معي من هناك أخي جمال، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الله يسلمك. شوفي اختي، انا واسمه مبارك للشعب التونسي. نعم. والرئيس التونسي ان شاء الله يحذر من الانظمه العربيه والايرانيه تدخل في تونس ويرد باله من المافيا الجزائريه. باسكو المافيا الجزائريه هي اللي طيحت واسمه هي اللي طيحت واسمه كيف يقولوا المرزوقي. وجات ضد مرسي. وجابت واسمه جابت السيسي للجزائر. وجابت جون كيري، جون كيري الامريكي شراته وجابته الجزائري يكتب على الشعب الجزائري ويقول لهم الجزائر ديمقراطيه. انا نسال هاد الباديسيين والنوفمبريين، اين كنتم يا الباديسيين والنوفمبريين 20 سنه والجزائر رجعت مجبله للشركات عالميه؟ اين كنتم يا واسمو الباديسيين نهار اللي قتلوا قريب نصف مليون شعب الجزائري؟ اين كنتم يا الباديسيين والنوفمبريين حتى رجعت الشعب الجزائري يبوش يد هولندا الجزائر؟ إن أنتم يا شباب الباديسيين عندما الأدمغة الجزائر هجروها من الجزائر. أين أنتم يا الباديسيين وما تسألوش الجنرالات الجزائر وين عندهم أملاك وين عندهم عقارات؟ وأين أنتم يا الباديسيين والنوفمبريين الإمارات حكم اقتصاد الجزائر مع فرنسا؟ أين أنتم يا الباديسيين العام الان الوقت كيما نقولوا باعوا البلاد وانتم ما عاملين حتى شيء الباديسيين والنوفمبريين؟ وشحال نقعدوا نستناكم الباديسيين والنوفمبريين باش عاودوا ترجعوا لنا الاموال اللي سرقوها؟ وقاد صالح والبرلمان هذا تاع الخبيث هذاك الجزائري علاش ما يروحش يجيب الاموال اللي سرقوها اولا؟ والديون اللي سمحوها لافريقيا والعراق واللي عطاوا الفلوس الناطر 4 ملاير وخمس ملاير الوسمو الأمامة في البنك. نعم. والبترول والغاز الأمريكي والشرو الأسلحة الخردة من روسيا. أين أنتم الباديسين؟ وكلتوا كاع العالم وخليتوا الشعب فقير ورجعت لنا أضحوكة في العالم وفتحتوا الأجواء لفرنسا. شكرا جزيلا أخ جمال من فنلندا. نذهب إلى وهران معي الأخ عبد القادر، أهلا وسهلا بك. ألو، السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام، أهلا بك أستاذة. رانا نشوفوا إلزام العسكريين، القانون اللي داروه جديد إلزام بعدم التدخل في السياسة. يريدون اليوم أن يخطفوا المؤسسة العسكرية كانقلاب على الشعب. يريدون ان يخطفوا مؤسسه العسكريه من الشعب. هذا القانون اللي داروه المحروقات. نعم. راينا في مصر كيف تم الاطاحه بمرسي من طرف رجال المال عندما تفاوضوا مع القياده العسكريه. تفاوضوا مع السيسي. اليوم هذا النظام راه يستعمل في ذا الشيء. يعني هذو رجال المال اللي كانوا مستفادين من نظام اللي داو الخيرات تاع الاموال اللي راهم في الدول وراهم يريدون ان يخطفوا المؤسسه العسكريه كانقلاب على 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 شرعيه هذه الثوره. لان الانقلاب دائما يكون من جماعه
من داخل مؤسسات الحكومة، وغالبا ما تكون من مؤسسة الجيش، ومؤسسة الجيش عندما تكون في يد هذه العصابة المالية تتحكم فيها لتنفيذ مشروعها، لأن الانقلاب، لأن اليوم الشعب ما زال ما كسرش الهجمة الأولى تاع الانقلاب تاع 92، لأن بعد مرور الأيام أصبحوا في مناصب عليا يتحكمون، أثروا على القضاء بالمال، أثروا على مؤسسات الدولة. اليوم هام اليوم يريدون أن يؤثروا على مؤسسات الأمن وعلى مؤسسات الجيش لكي لا تكون في صف الشعب. احنا اليوم يوم في الأيام اللي فاتت سمعنا كنا نقولوا كانت الناس تنادي بثروة ولا أي شخصية تكون عسكرية نظيفة لإنقاذ الجيش من نفسه، لحماية الجيش من نفسه، لكي لا يتم الاعتداء على المؤسسة العسكرية. شكرا جزيلا أخي عبد القادر من وهران، نكتفي بهذا القدر، هناك كثافة في الاتصالات، عذرا لك. نذهب إلى عنابة عبر السكايب. الأخ سعيد، السلام عليكم. السلام عليكم الأخ وجدان، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، تفضل. خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيت برك نعمم القضية، تفضل. أنه كان هو يعني قضية على الشعوب العربية كل، نعم. اليوم الشعوب العربية كلها حابين يفرقوها بالقوى الاستعمارية هذه. برك عندي واحدة الرسالة برك حبيت نوصلها، نقول لفرنسا صح، أولا هي فرنسا المشكلة تاعنا خاصة لفرنسا، نقول لفرنسا أنت قعدتي في الجزائر 132 سنة وجات ثورة نوفمبر وخرجناك، بعدها قال الحكم بالدبابة وكان الناس يعني استولوا على الحكم 57 سنة، وبعد 57 سنة زاد انتفض الشعب هذا 22 فيفري، زاد خرج الشعب هذا باش يقول لكم احنا الشعب لا يروض، احنا الشعب نحب الحرية وطمحين للحرية ولن نستسلم ولن يعني نرجع إلى الوراء، مستمرون صامدون بعزيمة فولاذية. عندكم حل واحد، تسلموا السلطة للشعب فقط، لأننا لن نتراجع، وبسلمية سلمية سلمية، هذا الشعب لا يروض، الشعب الجزائري ولد حر وسيبقى حر إلى الممات، ونحن أحفاد الشهداء ولن نتنازل عن حقنا في الحرية والاستقلال بإذن الله. هذه الرسالة اللي حبيت نوصلها للشعب الجزائري إن شاء الله. تحية لكل الشرفاء والأحرار، ونتمنى إن شاء الله الحرية لأخونا سمير بالعربي، وبارك الله فيكم يا بالعربي، بارك الله فيكم يا قناة. شكرا جزيلا أخي سعيد من عنابة على هذه المشاركة. نأخذ اتصال جديد من الأخت ليلى من بجاية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حبيت خيار الناس. أهلا بك. سلمك أختي. شوف ديك الولد صغير سرحوا له ولا خاطي ديك البيبي. ها ألو، تفضلي تفضلي، عاودي لو سمحتي. حبيت نفهم ديك الولد صغير سرحوا له، الولد الصغير اللي تم اعتقاله تقصدين؟ اللي داوى الحبس البيبي هذاك أعتقد. نعم، لا 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 ندري، ليس لدينا أي معلومات دقيقة حول الموضوع. ديك الولد صغير خرج؟ غير متأكدة سيدتي. ما على بالكم. يعني في تضارب بالأنباء، ولكن نتمنى الإفراج عن جميع من يتم اعتقالهم كبار وصغار طبعا. أخت ليلى، أنا نحوس على ذاك البيبي باش غابني غابني، حبيت نقول لي بليك. نعم بالك خرجوا. والله لا أدري سيدتي الكريمة، ولكن هما نشوف لا تيلين بكي على ديك الولد الصغير. نعم نعم، للأسف
أكيد طبعا غاضنا جميعا هذا الخبر ونتمنى الإفراج العاجل له. طبعا هو طفل صغير تم اعتقاله مع والده خلال اليومين الماضيين. شكرا سيدتي الكريمة على هذه المشاعر النبيلة. هل لدينا اتصالات؟ نور الدين، أخي نور الدين أهلا وسهلا بك من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير أختي لباس. صباح الأنوار، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لمشروع قانون محروقات الجديد، نعم، وهذا القانون فيه تراخيص ومنح صفقات وعقود مختلفة مجانية للأجانب في مجال البحث والتنقيب والاستغلال الثروات وذلك والاستثمار بشكل عام، كما تضمن إعفاءات فيها من مختلف الضرائب والرسوم. ولذا فالشعب يقول وردنا على هذا قانون المحروقات، فإن الشعب يريد تأمين محروقات وتسيير ذاتي في استغلال الحقوق النفطية والغازية، ويرفض رهنها الأجنبي لمدة 32 سنة. الشعب يرفض كليا سلطنة المجتمع الجزائري بالغاز الصخري، ويدعو إلى غلق وتطهير كل حقول الغاز الصخري، ولا يفتح أرض الجزائر للغاز الصخري مدة 35 سنة. الشعب يطالب بوضع قوانين صارمة تراقب تراخيص البحث والاستكشاف للغاز والنفط، ويرفض رهنها بيد الأجنبي لتسع سنوات. الشعب يطالب بإلغاء كل صفقات الأجانب بتراضي غري إلا في حالات نادرة ضرورية، كما أن الشعب يريد دعم الوقود محليين وعلى الأجانب دفع فاتورات الوقود. الشعب يريد دعم الكهرباء والغاز محليين، ويريد أن يدفع الأجانب فاتورات الكهرباء والغاز، كما أن الشعب يريد زيادة في أسعار بيع المحروقات الجزائرية في الأسواق العالمية، والشعب يريد دعم منتجات البترولية محليا. الشعب يطالب بقانون يفرض على الأجنبي دفع مختلف ضرائب ورسوم، منها في البحث والتنقيب، المناولة والتوظيف، نعم، تقاسم الإنتاج وغير ذلك، كما أن الشعب يريد إلغاء قاعدة 51-49، ويريد أن يحلوا محلها 60-40، بمعنى 60% لنا 40 لهم. إذا ما عجبهمش الحل، البترول يبقى تحت الأرض، وعدنا الطاقة الشمسية، وعدنا الماء، والغرب ما يهمناش. والسلام عليكم. وعليكم السلام أخي نور الدين. وهذا كله طبعا مطالب مشروعة، ولكن لا يمكن تحقيقها في ظل الظرف الحالي التي تعيشها الجزائر. وعلى كل حال لحد الآن لم يتم تمرير مشروع قانون المحروقات التي تمت المصادقة عليه إلى البرلمان. طبعا نراقب الوضع عن كثب لنرى ما الذي سيحدث قريبا في هذا الموضوع تحديدا. نذهب إلى الأخت حورية من قسنطينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك. أنا مغربية. أهلا وسهلا، تفضلي أختي. وما يقول الله تعالى، ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. وسنطلب أختي صعيد تصعيد صعيد صعيد الصحراء، تصعيد مرق الحجار، تصعيد الثانويات، تصعيد، هذه هو الحل وتم الإصابة هذه. أختي حورية، عندما نتحدث عن التصعيد ماذا تقصدين؟ سقط إضرابات. إضرابات. يعني مدن نشلوا القطاع كامل في ولاية الوطن. نعم، الإصابة هذه ما عندهاش حل. نعم. أحد الأخوة اليوم المتصلين ذكر أن هناك إضراب شامل في ولاية تيزي وزو. شكرا جزيلا أختي الكريمة. معي من لندن الأخ عميروش، أهلا وسهلا بك. معي عفوا الأخ جمال من بومرداس، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا وسهلا بك أخي جمال. الحمد لله، أهلا بك. الحمد لله. في الوقت لازم الشعب يعرف بالجزائر هذه يحبوا يبيعوها باش يرضوا سيادهم من القاعد. حبوا يرضوا لازم نصعدوا هذه المسيرات، لازم نقول له بالنهار لحد لازم. أنا عارف. نعم، أنت على الهواء مباشرة، تفضل أكمل. لا لازم نزيدوا نصعدوا، لازم ندخلوا في الاعتصام باش يعرفوا أن الشعب هذا ماهوش راضي بيهم، العصابة هذه لازم تروح. نعم. لازم تروح.
اليوم باعوا البلاد نظن على بالنا البلد نبيعوا هذا الشعب بس يلا وكيفنا. شكرا جزيلا اخي الكريم. الاخت ليلى من الجزائر. ليلى تفضلي. اريد اشكر اول شيء قناه المغاربيه لدعمها للثوره الجزائريه هذه. شكرا لك هذا واجب. واريد اقترح اقتراح يعني مهم جدا. عندنا طالبات في السجون ونساء في السجون ماشي غير مسوسي. يعني نريد نوجه رساله مهمه نيابة عن هذا الاسئله تاع المعتقلين الراي السياسي. نعم. في عندك الطالبه دحماني نور الهدى ياسمين هذه المحامي تاعها راح زارها في السجن وحالتها النفسيه يعني جدا سيئه. فنريد لو سمحتوا اذا كان ممكن يعني الخلفيه تاع المغاربيه هذا اقتراح يعني نمرروا صور المعتقلين كلهم لانه يعني في انتم مركزين على بعض المعتقلين اللي اعتقلوا اول في الاول المرحله. نعم. يعني دعما لهم نفسيتهم ونريد نوجه رساله للجاليه الجزائريه تاعنا الموجوده في كل مكان. نعم. تبعت برسائل لهذ المعتقلين الحراك الشباب الطالبات خاصه لانهم في صدمه يعني خرجوا عشان يدافعوا عن الشعب هذا. نعم. انه يعينوهم معنويا يعني ما راح يديروا لهم والو. رسالة ثانية لأنه إحنا نجتمعوا في الجزائر العاصمة باش نتكلموا عن المعتقلين عندهم الجمعية تاعهم هذه تاع المعتقلين المحامين إذا كل واحد يقدر يساعد حتى لو بخمسة يورو. نعم. أو يعني يبعث من الجمعية يعني هذا هيئة الدفاع عن المعتقلين في اللي مع عائلاتهم يعني جدا فقيرة. نعم يعني أستاذة ليلى يبدو أنه عندك من المعلومات الكافية للحديث في هذا الموضوع. أتمنى أن تتركي رقم هاتفك لأنه بالفعل نود أن نعرف أكثر عن باقي المعتقلين والمعتقلات تحديدا اللي تم اعتقالهم أثناء مشاركتهم السلمية في الحراك. شكرا جزيلا لك أخت ليلى من الجزائر. معي عبر السكايب من الجزائر أيضا الأخ عبد الله. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم الأخت وجدان. عليكم السلام أهلا وسهلا تفضل. البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حييك وحيي جميع الشرفاء الأحرار غيورين على دم الشهداء الأبرار في الداخل وخارج الوطن في الدول العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم. شكرا. حبيت أول حاجة الأخت وجدان نتضامن مع جميع المخطوفين وهذو المعتقلين الرأي من التسعينات ورواه ونمامو كما قالت الأخت ليلى وجميع الشعب الجزائري لازم الدياسبورا ديالنا تاع فرنسا والانجليز تاع اوروبا وكذا يروحوا يتظاهروا قدام تاع حقوق الانسان. هذه ماشي حاجه صعيبه ولا يتجمعوا كاع ايتيك يروحوا يتظاهروا. نعم. قدام تاع حقوق الانسان تاع المعتقلين تاع الراي ديالنا ويطلبوا الدواصل تاع حقوق الانسان. وبالنسبه للانتخابات هم يديروا في القناه تاعهم هذه تاع الجزائر البريبي والناسيونال هم يديروا على الفوط كدا ويورونا في الصحراء وكدا يا ودي غير الفوط هذا اللي ما يكونش بربي ان شاء الله خاطش علاه لو كان يجوزوا هذا الفوط هذا تاع هذه الخطره البلاد يبيعوها نورمال الاخت وجدان وباي باي لجيري ونقول للشعب الجزائري الحمد لله اللي فطنا في 22 فيفري ودوك هما راهم يستخدموا في 22 فيفري من بعد يوروا لي زيماج كم سما يقول لك قاعده هاد الشهر ديما وكذا حنا نقول لهم انتوما الشهر ديما. وحبيت نقول الخطاب هذاك تاع قائد الاركان كذا اللي يقول الجزائريين الشهر ديما وكذا هذوك الكلام اللي ما يقولوش مليح على الشعب الجزائري لو كان نقلبوا هذاك الكلام عليه هو على العصابه وانا بالنسبه لي نسميهم ونتحمل المسؤوليه خوانه خاطش علاه لو كان ما جاوش خوانه ما يجوزوش هذا القانون هذا تاع المحروقات. ويعطيك الصحه الاخت وجدان والسلام عليكم. وعليكم السلام. الاخ عميروش من لندن معذرا تاخرنا عليك سيدي تفضل. معليش الاخت وجدان السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. انا تكلمت يعني اصلا لان كانت سمعت تلك العجوز تسال على الصبي هل موجود مازال في معتقل وهل موجود في السجن او لا. عندي معلومه انا متاكد منها انه كان يعني اعتقلوه ذلك الطفل صاحب يعني بتاع ثلاث سنوات. نعم. اعتقل رفقه ابيه لمده 7 ساعات. والبارح مساء امس كان تكلم جد الطفل وقال باللي تكلم عندي يعني تكلم المغربي مباشره وقال باللي الطفل
أطلق سراحه يعني في نفس اليوم. نعم. بعد ما قضى 8 ساعات، ولكن والده ما زال يقبع في السجن. معتقل. نعم. ومعتقل، والده يعني إنسان معروف، يعني إنسان ناشط حقوقي وميداني. نعم. والآن أدخل إلى السجن. نعم. شكرا على هذه المعلومات أخي عمروش. شكرا جزيلا لك. معي اتصال من ألمانيا، الأخ سعد. الحراك حررنا، ما نخافوش. تفضل أخي. ألو. أنت عبر الهواء مباشرة، بإمكانك أن تتحدث الآن. شكرا الأخت وجدان. أنا أحييكم ونقدر لكم المجهود الإعلامي اللي تقدموه. شكرا. أنا مانيش رايح لا نشتم ولا شيء، لأني أنا متأثر بالحراك كباقي الجزائريين، والحراك ربنا هو مدرسة وطنية صحيح. قوية، رب الشعب الجزائري صغيرا وكبيرا من الطفل تعلمنا منه دروسا الحمد لله. أنا عندي اقتراح يا أختي وجدان بالنسبة للقناة المغاربية. تفضل. اللي نثمن مجهوداتها، نتمنى وهذه نقطة مهمة جدا في دورها الإعلامي، أنها تقدم لنا حوارات وحصص مطولة مع خبراء جزائريين وعلماء في مختلف المجالات، مثلا في البترول والجيولوجيا فيما يخص الغاز الصخري وخطورته، في علم الاجتماع تفاه التغيير، في علم النفس الاجتماعي، في علوم السياسة، في علوم الاقتصاد والمالية، في كل شيء، حتى من أجل نشر الوعي بين صفوف الجماهير وكيفية الاستفادة من مدرسة الحراك والاستثمار كل الجوانب لحدوث النهضة الجزائرية اللي كان يحلم بها الأستاذ مالك بن نبي ربي رحمه، واللي كانوا يحلم بها العلماء والعاملين الكثيرين عن التاريخ الجزائري. نعم أستاذ سعد، كلامك في منتهى الأهمية، ولكن مع تكتيم الأفواه نجد صعوبة حقيقة في استضافة كل هؤلاء الخبراء. هذه دعوة على الهواء مباشرة لأصحاب التخصص والخبراء والكفاءات الجزائرية أن يشاركوا في مثل هذه الحصص من أجل مستقبل أفضل للجزائر. شكرا سيدي الكريم. معي الأخت زينب من الجزائر، أهلا وسهلا بك. اهلا بك. نعم اخت زينب تفضلي. أخت زينب أرجو أن تتواصلي معنا مرة أخرى، حاول الاتصال مرة أخرى، صوتك لم يكن واضح بشكل جيد. معي الأخ محمد مغنية، السلام عليكم. عليكم الأخت وجدان، أهلا وسهلا بك أخي. محمد من مدينة مغنية من أقصى الغرب الجزائري، يحيي قناة المغاربية في الداخل والخارج. نتشرف، أهلا بك. بخصوص هذا الانتخابات وهذا اللي راح الناس اللي راح تهضر عليها، انا واش نقول لك الاخت وجدان، احنا راح نشوفوا باللي غليان تاع الشارع، راه الشعب الجزائري قاعد في الشارع وراه يقول لا للانتخابات مع هذه الباءات. وبخصوص هذا الوضع تاع الاعتقالات، خاطر الجزائر الاخت ما تنبداش بسياسه الاعتقالات وسياسه التخويف. البلاد ما تنبداش من هذه السياسه هذه، هذا النظام هذا الفاسد، هذا النظام الفاسد هو غير شرعي وراه يطبق في وحده، لخاطر الدول مزيرين عليهم ويقولوا لهم يا ودي واش ديروا واش ديروا. حنا واش نطلبوا من هذا الشعب اللي راه يخرج يزيد يركز ويزيد يخرج بقوه. حنا راح نقول لهم فيقوا يا عباد، العصابه باعت البلاد، فيقوا يا عباد، العصابه باعت البلاد، والله نخليوا هذا النظام ونخليهم وما نخرجوش وما نبقاوش نسكيو، والله الا يدير فينا الباطل. هذا نظام غير شرعي، غير شرعي، غير شرعي، هذا نظام فاسد، هذا نظام راه باغي يجيبنا كما العادات نوليو عنده عبود عنده. الشعب اليوم فاق، والشعب عرف باللي اليوم باللي كشلوا له هذا النظام، لابد عليه ان يذهب ويسلم السلطه الى فخامه الشعب الجزائري. الشعب هو السيد في وطنه، الشعب هو من يختار الرئيس. نحن لسنا ضد الانتخابات، نحن ضد هذا النظام الفاسد اللي راهم جابوا لنا كشي له وجوه وعهده خامسه خدموها لنا. والله الا نقعدوا 100 عام في الشارع، والله ما سلموا لكم السلطه، بالله العلي العظيم، اقسم بالذي لا اله الا الله محمد رسول الله،
والله ما احنا داخل الشعب، ما احنا داخل ديارنا، حتى تسلموا السلطة للشعب. انتم خدمتوا عهدة خميسة مترافيكية وشفتونا وجوه نظام الرموز، النظام اللي مرفوضين شعبيا درتوه منا، والله ما احنا ساكتين، والله ونموتوا في القبر نديروا الحراك للموتى، والله ما راح نسلمي لكم السلطة، والله ما راح نسلمي لكم السلطة، والسلام عليكم. عليكم السلام. الأخت زهرة من وهران، أهلا وسهلا بك أخت زهرة. السلام عليكم. أهلا بك أخت زهرة، تفضل. نعم جيت فضلك. عندي تدخل. أولا نهني إخواننا التونسيين على هذا المجد العظيم. نعم. ولم يكن مجدا هذا بالسهولة. عانوه متاني ودافعوا وناضلوا ورغم الحمد لله وصلوا للهدف تاعهم عقبالنا، عقبال الجزائريين، عقبال الجزائر طبعا. نعم. وكل الأحرار في العالم، عقبال جميع الأحرار في العالم يطالبوا بالحرية. هذا من جهة. من جهة ثانية نساند إخواننا اللي راهم معتقلين نساء ورجالا وأطفالا. وكم أبكانا أبو إبراهيم الأمس، نقول له شد حيلك، الله إن شاء الله معنا. والله الأخت وجدان ما رانا، ما قرت لنا ساق ولا عين، ما راناش نرقدو. أنا نقول أني رقدة في فراش دافئ وإخواني في المعتقل هكا أونتاسي ميم با قاعدين في كالمساجين عاديين ميم با. راني نتأسفوا ونتألموا داخليا. هاد القايد قال ما تسيلش قطرة دم، لكن راه دارنا إيموغاجي أنتاغن له لا تربحه. هذا هو. ونطالب بالتصعيد. التصعيد واش هو؟ أننا ما ندخلوش للبيوت، رانا في الشارع ونبقى في الشارع يوميا، ماشي غير نهار جمعة ونهار ثلاثة. وكما قالوا الإخوة في بجاية وفي جهات أخرى، التصعيد ثاني عن طريق الإضرابات لازم. دروك راهي جات النقطة والوقت الحاسم والمر. نعم. هذا هو. خصنا نضافروا الجهود تاعنا ونواصلوا النضال. شكرا جزيلا أخت زهرة. أقدر نخدمش يبيعوا البلاد. شكرا جزيلا لك. طبعا نتابع وإياكم بعض اللقطات من الحراك الطلابي اليوم. إذن الطلبة اليوم يتصدرون المشهد، حيث المظاهرات مستمرة في أكثر من ولاية وتحديدا في العاصمة. نعود إلى استقبال المشاركات. معي الأخ عزيز من برج منيل. السلام عليكم أخي. ألو. أهلا وسهلا بك. أهلا أختي، وشرك لباس. الحمد لله. أهلا بك. مرحبا. تفضل. بالمغاربية. شكرا، ربي عايشة. أنا الشاب. شكرا. نسألك على علاش في أختي إلا في القو ولا لا في القو صراحه. نعم، ممكن تعيد السؤال من فضلك؟ أنا لم بيبي هذاك اللي اعتقلوه. نعم، قيل أن تم الإفراج عنه فقط، يعني أباه ما زال معتقل. الحمد لله. والشعب احنا في الشعب ولا يطبو مرتاس ودار يطبو جمعين ما نسكتين. نعم. ما رانا ساكتين على العصابة هذه اللي بغاو يبيعوا كاع البلاد. نعم أخي. أوين.
نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. معي اتصال من الأخ رضوان من الجزائر، فقدنا الاتصال. معي فاطمة، الأخت فاطمة من فرنسا. أهلا وسهلا بك. وأهلا وسهلا بك أختي وجدة، صباح الخير. أهلا وسهلا، ربي يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله تبقى عادات مغاربية تبقى فوق الفوق الفوق إن شاء الله بإذن الله، وتدخل للبلاد إن شاء الله ونشوفكم كاع في البلاد. أختي أنا قلبي راه باين طرطق، جوج في ديابيتي قلبي راه باين طرطق، اللي مانيش معاهم تما سي دوماج. ثانيا اختي راني هنا في مارسي، اعوذ بالله، لي مارسي لا بلوبار تاعهم ما خرجوش. كاين كمشه تاع 3 ولا 5 ايزون يسيي باغ نيمبور كال مويان دو باسي لو ميساج، مي هنا جهه الشرق جهه مارسيليا وجماعتها ما كان حتى واحد اللي خرج من الحراك. ثانيا هذاك لو بيبي اللي قبضوه مسكين، كنت لازم هنايا انا جو دو مودو باريزيان، لازم يا اختي لي باريزيان يروحوا قدام حقوق الطفل باش يشوفوا على الطفل. 3 يدخلوه مع باباه نورمالمون يدوا باسي بار دي بسيكولوج بار دي، هذاك الطفل الصغير نورمالمون سي با سا. هذه داتا شكون داتا؟ داتا غير اسرائيل في الفلسطينيين. نعم. جو سوي ديزولي، هادو سي دي إسرائيل راهم قاعدين البلاد، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا راني نشوف يقول كلمة ونورمالمون ما نقولهالكش، قيام الليل راني ندعي عليهم، نمشي ندعي عليهم، نصوم ندعي عليهم، نخرج صدقة ندعي عليهم. شوفي الحراك ما شاء الله ربي يحفظهم وربي ينصرهم وربي يطلق السراح كاع المساجين المظلومين. بصح يا أختي لازم فك شوية بالدعاء الدعاء الدعاء الدعاء، وربي هو اللي يعاوننا وربي هو اللي ينصرنا. بصح سي دوماج، انا لو 22 فيفري حضرت ومن بعد حضرت كاع كي كنت في البلاد، مي دروك الله غالب مانيش طايقه، راني مكتفه من اليدين وقلبي راهي باغي يطرطق يا اختي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، هذا ما نقول لك. اي السلام عليكم وعليكم السلام. شكرا جزيلا اختي. معي عبر السكايب من الجزائر الاخ حسن، السلام عليكم. مرحبا الأخت. أهلا وسهلا، تفضل. ما كانش عندي ما خلاتليش الوقت الأخت كوثر زميلتك باش نفهمها واش كنت حاب نقول. ومزيا بعدها في الحصة هاو هدر مراد دهينا وكان محسن بالعباس هدروا فهموها. ما عندناش زميلة اسمها كوثر سيدي الكريم. اسمها الاخت هذيك اللي دير حجه ما شفاش على اسماوات، انا ما شفتش عليها احد الزميلات. نعم تفضل اخي. المهم عن مذكره اللي هدرتها انا اللي يديروها الاحزاب السياسيين هنا مع لا دياسبورا، قضيه تنبيه وانذار قبل فوات الاوان للعالم كله عن قانون المحروقات اللي داروه. حبيت نفهمهم انايا باللي ولو عندنا رئيس شرعي، ولو عندنا رئيس شرعي قانون لمثل أجيال جيل تاع المدة تاعه تاع 30 سنة ما نقبلوش، ولو عند رئيس شرعي ولو عند برلمان شرعي ما نقبلوش. هذا يطلب باستفتاء، على استفتاء تاع شهر عاش مدته تفوق راهي 30 سنة. نقبلوا قوانين قيس المندا تاع الرئيس 5 سنين 4 سنين هنا يقدروا، ولكن مدة طويلة هذه مبدأ لازم استفتاء. ثانيا واش حبيت نقول على المترشحين أمثال اللي كانت عندهم سمعة مصدور وهذه الجماعة هذو عيب عليهم، راهم يشوفوا القمع هذا لمطالب شرعية اللي كان يدافع عليها مصدر، كيف يتقبل الترشح؟ يعني راه يزكي في هذا النظام اللي هو كان رافضه. كيف سي مصدر خبير في الاقتصاد ماهوش قانع باللي رئيس العصابه هو قايد صالح اللي كان نائب وزير الدفاع؟ غير من المعقول، وخاصه هو امام عيب عليه. وماذا بيع نطلب ديروا لنا لي زادريس تاع المسجونين تاع 92 الى يوم الى هذا، كامل المسجونين ديروا لنا الهواتف تاعهم باش، وتقولوا لنا وين يسكنوا باش الشعب يقدر
يعاونهم مباشرة. كان عندي دستور يسكن في الحي تاعي أنا نروح له. شكرا جزيلا أخ حسن من الجزائر، وعذرا على المقاطعة، هناك اتصالات عديدة، الكثير من المشاهدين ينتظرون عبر الخط ولا أريد أن أطيل عليهم. أشكرك سيدي الكريم. أذهب إلى العبيدي من جيجل، أهلا وسهلا بك. نبيل نبيل أهلا وسهلا أخي نبيل، عذرا لم أسمع بوضوح. أهلا وسهلا أخي. أهلا أخ نبيل، وتحية طيبة، تحية عارة لفخامة الشعب الجزائري، وتحية عاطرة إلى كل مشاهدي قناة المغاربية العملاقة. شكرا. تحية وسلام إلى أخونا أبو ياسين الذي انقطع صوته على قناة المغاربية، نتمنى له العودة الميمونة. أختي وجدان، مصائب قوم عند قوم فوائد، المهاد الذي يقوم بها رعاة البقر من النظام الحاكم الغير شرعي الذي ليس له نية صادقة لخدمة البلاد والعباد، كل هذا يوحي بأن الانتخابات المزعومة مزورة مسبقا تحت إشراف بقايا العصابة الحمراء. هؤلاء اللئام لا يهمهم مصير هذا الشعب، همهم الوحيد البقاء في سدة الحكم ومصالحهم الشخصية. نعم أخي نبيل، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أذهب إلى الأخت جميلة من بومرداس، السلام عليكم أخت جميلة. نعم أنا، تفضلي. أهلا وسهلا بك، أحيي قناة المغاربية. شكرا. وأحيي الطلبة في هذا اليوم الواعد. نعم أكملي، تفضلي أنت على الهواء مباشرة، تفضلي. ألو، أنا أسمعك بوضوح أخت جميلة، تفضل. أتمنى من العصابة الزوال في أقرب وقت، وأتمنى من الشعب الجزائري الصمود ثم النمو. نعم. ألو. نعم، شكرا جزيلا أخت جميلة من بومرداس، يبدو أنك لم تسمعين بشكل واضح. أخذ اتصال ثم نعود إلى بعض الفيديوهات من مسيرات اليوم الطلابية. أبو هاجر من لندن، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي مداخلة، برك مداخلة على الشيء واقع في الجزائر الآن. تفضل. والله نتأسف الأخت على كما الحكومة رفضت طلب الشعب أنهم يتلعبوا بالشعب، كيف هذه 8 أشهر ولا 9 أشهر والناس تخرج، شباب نساء كبار، يعني ما عملوا شيء، ما سمعوا لهم، لكن حتى توقعات يعني للتغيير في الجزائر. أطلب من الشعب الجزائري أنه يعني يحذر من المؤامرة هذه تاع الحكومة، لأنه ما كانش حكومة والجيش مخفي حتى الوجوه الآن اللي طلبوهم باش يخرجوا ويبينوا للشعب متخفين. قائد صالح وين هو؟ قائد صالح خلاص اختفى، ما كانش قائد صالح. ولكن اليوم يقال يعني بعد ظهوره في اجتماع مجلس الوزراء يستأنف زياراته الميدانية اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البحرية. إيه نعم، هو ظهر ولكن ليس هو وحده فقط في الجزائر، اليوم الآن السلطة في الجيش، هو الشعب يطالب أنهم يخرجوا، أنهم الآن يحبوا التغيير، وهذا يعني طالب مشروع للشعب. أحذر الشعب من المؤامرة، يعني أنهم ممكن يتلعبوا بهم، لأنه والله هذا الناس هذو يعني صعب. الله قادر، الله هو اللي قادر عليهم. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يبقي يستر على الجزائر والشعب الجزائري، وما يكونش يعني ما يتلعبوش بالشعب ويخليوا الدماء والقتل والسجن وكذا. والسلام عليكم. وعليكم السلام، أشكرك سيدي الكريم. سأخذ المزيد من المشاركات مشاهدينا الأفاضل، لكن اسمحوا لي أن نذهب لبعض الفيديوهات التي جاءتنا من مشاركة الطلبة وكل من ساندهم اليوم في العاصمة والبويرة وبجاية، نتابع. مدنية ماشي حشاشية، دولة مدنية ماشي حشاشية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي حشاشية، دولة مدنية ماشي حشاشية، دولة مدنية ماشي حشاشية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية.
إذن سوف نتابع وإياكم مشاهدينا الأكارم المزيد من الفيديوهات. لنذهب إلى البويرة الآن ونتابع حجم المشاركة في يوم الطلبة. ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية. هاد الشعب لا يريد حكم العسكر من جديد، 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 هاد الشعب لا يريد لا يريد لا يغلون لا يغلون لا يغلون يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا خاينين الأمانات يا خاينين الأمانات يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا خاينين الأمانات يا خاينين الأمانات أمانة الشهداء أمانة الشهداء يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة إنكم من الطغاة إنكم من الطغاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة إنكم من الطغاة إنكم من الطغاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا خاينين الأمانات يا خاينين الأمانات أمانة الشهداء أمانة الشهداء الله يرحم كل شاهد الله يرحم كل شاهد الله يرحم ميراج الله يرحم. إذن وقفة احتجاجية من البويرة تابعنا من خلالها رفع من خلالها المتظاهرين اليوم صور لمعتقلي الرأي من تم اعتقالهم أثناء مشاركتهم السلمية في الحراك. نذهب الآن إلى جانب من مسيرة عنابة اليوم. ثلاثاء الرابع والثلاثين ساحة الثورة عنابة. إذن كما تابعنا مشاهدينا الأفاضل مشاركة قوية لطلبة عنابة في ثلاثائهم الرابعة والثلاثين. نعود لاستقبال المزيد من المكالمات واعذرونا على التأخير. معي الأخ حكيم من الجزائر، أهلا وسهلا بك سيدي. انقطع الاتصال عذرا، ربما تأخرنا عليك قليلا. الأخ عبد الكريم من فرنسا، من معي عفوا؟ أخي عبد الكريم من فرنسا. نعم أهلا وسهلا بك، تفضل أخي. أهلا وسهلا بك أخت وجدان ولكل فريق الصحافة. شكرا جزيلا. قناة الحرية وكلمة حق. شكرا لك. أول شيء يعني تحية خالصة من القلب إلى الطلبة، لأن حال الجزائر يهمهم أكثر من الآخرين. احنا ربما رانا كبار فتنا الخمسينات، لكن هم ما يعنيهم امر البلاد ومستقبل البلاد، لان هذه الشرذمه الحاكمه الطاغيه الجاهله الاميه
السارقة الناهبة لكل خيرات البلاد والمخربة لكل الأخلاق هي التي ستحطم السنوات المقبلة لهذا الشباب لهذا الطلبة. إذا هؤلاء الطلبة عندهم الحق 100%، بالعكس يجب تكون عندهم جرأة وقوة وإصرار على المواصلة على التنديد بهذه التهمة الغاشمة. هذه التهمة لن تترك الحكم بسهولة. التهمة التي قتلت 300 ألف جزائري في التسعينات وخلقت الإرهاب وقتلت بوضيافة على المباشر بقيادة الهالكين رضا مالك رضا هالك وعبيب الخير والعماري وجماعتهم ويتبعهم إن شاء الله هذا القيد مع احترامي لك والجمهور الفايح ونظار وجماعته، على الشعب وعلى الطلبة خصوصا أن يواصلوا التنديد ويواصلوا مطالبة الحقوق. حق الجزائر للشعب ليست لكمشة من الجنرالات، ليست لقايدي ولا بن شقريحة ولا لأخرين ولا لأخرين ولا لأخرين، وما يجبناش واحد يعني معتوه مثل عزيم مهوبي هذا الإنسان أبله الأحمق باش يرضوه رئيس يحبوا يفرضون الأمر الواقع. هذه السلطة الغاشمة امتداد للسلطة السابقة وستظل كذلك. يعني أستغرب كيفاش يعني بعض الخونة أنا كنت أتوسم فيهم خيرا، أسامة واحد الخليلي سليمان بخليلي وبن مسدور كنت أتوسم فيهم خيرا وإذا بهم يشاركون المجرم في مسيرته الإجرامية. يعني يعطون الشرعية لهذا النظام الحاكم والجميع القاسي والداني يعرف أن الانتخابات ستكون مزورة 100%، وكل من يصدق هذه المسرحية البهلوانية ما هو إلا أحمق وبليد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الأخت أم مهدي من ورقلة، السلام عليكم. انقطع الاتصال عذرا أم مهدي، بإمكانك أن تعيد الاتصال. هل ما زلت معنا أم مهدي؟ أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أشكركم على ما تفعلونه من أجل الشعب الجزائري. ربي يعيشك، شكرا. الله يسلمك. والشيء الثورة اللي راهي قايمة في البلاد إن شاء الله حتكون ثورة مباركة إن شاء الله، وحتكون فيه نتائج إن شاء الله تفرح الجزائريين كما أفرحت التونسيين إن شاء الله. إن شاء الله. وحبيت أن أبلغ رسالة إلى السيد مجدون والسيد بخليلي. هذا الشخصين كانوا يبانوا الناس يحبوهم ويشوفوهم بالشخصيات يقدروا يديروا شيء لمستقبل البلاد، وظهروا خونة مع هذا المجرمين. شيء نقطة ثانية حبيت نتكلم عليها هي الحكومة اللي صادقت على هذا القانون، تكتب أسماؤهم ويعاقبون إن شاء الله بعد ما نستقلوا بعد ما ندوا الاستقلال. كل شخص وافق على هذه القوانين هذه التي تدي البلاد إلى التهلكة إن شاء الله كلهم كأي مسؤول في مكان في المكان الموجود فيه راح يعاقب إن شاء الله، وكل من يشارك مع هذا المجرمين فهو مجرم معهم وهو خائن للبلاد خائن للشهداء. يا رب تستمر الثورة حتى نستقل يا رب. شكرا جزيلا. شكراً. أم مهدي من ورقلة، وعليكم السلام. الأخت أم تقوى من عنابة، أهلا وسهلا بك أم تقوى. وعليكم السلام. اليوم مسيرة كبيرة في عنابة. الحمد لله أصلي الدان، الحمد لله يعني كل الطلاب الحمد لله خرجنا ومازلنا نخرجوا، والحمد لله تحية لكل الشعب الجزائري الأبي اللي حامد، وتحية لكل العمال المغاربية اللي صرفتونا وفعتوا روحنا والحمد لله لنا الشرف. أنت من الناس الوحيد للشعب الجزائري في هذا الوقت، وقنواتنا قنوات العاء قنوات الدمار يعني ما يسهلوا حكي، وما زال الوقت تاعهم جاي وهما في الحضيض ما يسوى والو. وحنا الحمد لله يعني تحية لإخواننا في القبائل وفي نجاية، نتمنى لهم صلح يعني هما بكل صراحة يعني يستمدوا القوة منهم لأنهم هما رجال بمعنى الكلمة. يعني قبل كنا ما نسمع الصيغة والأصل الحقيقي تاع القبايل، بس حضرتك عرفنا واش يسوا واش يكونوا هما. وتحية لكل الشعب الجزائري وكل التحية الجزائرية لساندت شعبها وكانوا إيد واحدة وقلب واحد. نعم، وتأكيدا على الوحدة أخت أم تقوى، اليوم في عنابة في المسيرة الطلابية رفع شعار الوحدة الوطنية خط أحمر. شكرا جزيلا. نعم أختي الوحدة الوطنية خط أحمر، ومستحيل يعني سبحان الله العظيم يعني وش هاد العباد حتى
حابين يدمرونا، حابين يهبطونا الرحاضير. احنا نعملوا وقاعد ندير في كل قوتنا باش نكونوا يد واحده وهم يديروا هكا. الحمد لله اخت وجدان، احنا منزلنا باذن الله النصر لينا. شكرا. والحمد لله يا ربي، ما دام ثقتنا في ربي قوتنا بربي سبحانه، نستمد قوتنا من ربي سبحانه، احنا ما نخافوش. والنصر آتي لا محالة، آتي بإذن الله لا محالة النصر، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى آتي النصر. شكرا جزيلا أختي. تحية المغاربية قناة الشعب. شكرا. تحية لكل العمال المغاربية. شكرا أخت وجدان. العفو، الشكر لك على هذه المشاركة سيدتي. نذهب إلى الأخ سعيد من المدية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عذرا أتأخرنا عليك قليلا، أسفة. ما ليش الأخت. اليوم نهدي هذه الثورة للشعب الجزائري العظيم. نعم. ونقولوا للقيد صالح هذا، نقولوا له باللي هذه المرة ما تديهاش، وندوا هذا الكلام بالخلاص. لحقوا هالو كيما هاك. نعم. أكيد معايا يا أخت. نعم معاك. القيد صالح هذا قولي له باللي اليوم راه الشعب فاق، والشعب راه واعي، وما عنده حتى مخالطات، دخل روحه في المحروقات ولا دخل روحه في امور تاع الشعب. والقضاة هذو القضاة لحقوا لهم رسالة باللي ما عندهمش أي حق يحكموا على خاوتنا رجال هذو اللي راهم ضايعين في البلاد هذا، في السجن الكبير هذا تاع الجزائر. نعم أخي. أكيد معايا الأخ. نعم معك. ولازم القضاة هذو ما يحكموا بحتى قانون، حتى نتحروا 100%. هذو العصابة هذو راهم عندنا احنا ثاني في ولاية المدية، منهم الوالي، منهم الشيف دايرة، المير، هذو راهم كاع عصابات في الولايات، لازم كل السيستم هذا كاع يتنح. شكرا جزيلا أخي. معنا عبر السكايب من عنابة الأخت عقيلة، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم عقيلة من عنابة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أهلا وسهلا عقيلة، أم أمينة من عنابة. أهلا، نتشرفوا. أهلا سيدتي. تصديق أختي، تحية الأهل الجزائر في كل مكان. شكرا. خارج داخل البلاد، وتحية كل الأحرار. أنا حبيت نقول الكلمة للمتطفين هذوما، اللي كان في يديهم، يعني اللي حبينا هما في نيتهم خدمة البلاد، صح هذه، ينسحبوا. خاطر ما الحكومة هذه حكومة الباطلة دي، اللي أكيد فتلهم يديهم ورجليهم، ما يقدروا يديروا والي. من الأحسن أنهم ينسحبوا الترشح تاعهم، خاطر مهما فيها حتى أمل. دام الحكومة هذه واقفة على البلاد دي، أما فيهم حتى مال، لازم 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 ينسحبوا. خاطر احنا انا شفيني ما شو حنقول، نعم، من كثرة الضغوطات بزاف حتى الكلمات راحت مني. صحيح والله، صحيح. وشو حنقول؟ لا اله الا محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشكرك سيدتي الكريمه. ناخذ الاخ مراد من لندن. اهلا وسهلا بك. الو. اهلا وسهلا اخي. مرحبا اختي. حبيت نقول بك حاجه، انا ما نعرفش وعلاش السيستم هذا قاعد يفر. ما باش انا حاجه فهمتك، علاش يضربوا فعلي بالحاجه؟ علاش ما يخليكش الانسان يصلي في الجامعه، ولا تكون عنده جنازه، ولا تكون عنده اي حاجه، ولا فرح، ولا قرح، ولا اي حاجه، ما يخلوش انسان يروح يصلي ولا يروح يحضر جنازه. وحاجه واحده اخرى، هذا السيستم هذايا غبي، والله سيستم غبي. ما يقدرش مين طيب، ما عندوش مين البيسك تاع المحاوره، ما عندوش. هذا السيستم هذايا عندهم مناصب تاع الوصيه، فلان يعرف فلان يحطو في هذاك المنصب، على بها البلاد راهي في هذه المرحلة. عندنا شبان ما شاء الله عندهم كل الكفاءات، اللي يقدروا يسيروا البلاد، يسيروا الشركات، يسيروا أي حاجة تعطيها لهم، متخصصين فيها، ولكن ما عندهمش، they didn't give them a chance to do their best كما يقول لك. نعم. فهمتيني أختي؟ نعم. وحاجة واحدة أخرى، أنا نتمنى الجهاز المخابرات
وجهاز جهاز الجيش هاد 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 هادوما يعاودوا يرجعوا لوعيهم يشوفوا واش صار في الطر نهار كي يوم هاكان في دان بحاكم جهاز المخابرات تاع الترك اللي مشى مع الشعب ما حبش يمشي مع الجيش عطاو له كاع اوفروا له كل شيء ولكن راح مع الشعب وخالوسي هكا قائد الاركان ديالهم كيف عطاو له حبوا يغروه بمنصب اكبر منصب في الترك ولكن لا راح مع الشعب حتى هو كان اسير ولكن هذا جهاز المخابرات والله العظيم تقول انا في واغادوغو ولا في كاش مكان في افريقيا اللي واحد ما يعرفوه ديلوس دا مايند عباد تلفت لهم واش حبوا يديروا ليش ما يكونوا صريحين مع الشعب هذا قانون المسروقات هذايا شوف والله انا نهضر مع الاكسبيريونس ديالي الناس اللي في البرلمان وفي الوزاره والله العظيم ما عندهم حتى كفاءات ما عندهم ما يقدرش مين يهضر مع الشعب نعم شكرا جزيلا أخي مراد من لندن نذهب هذه المرة إلى قسنطينة حيث مسيرة الطلبة اليوم نتابع طلبت قسنطينة بهتافات غاضبة يرفضون قانون المحروقات ونذهب إلى من معي عفوا أعتقد أخي حميد من بومرداس الأسماء كثيرة عذرا أخي حميد من بومرداس أهلا وسهلا بك تفضل لأباسكم سلام أهلا وسهلا تفضل أخي مولف كنت عيطل على كل هالمغاربية وما عندي عندي مدرسي وما عندكمش لا قرار خاص شكرا شكرا الو تفضل اخي حميد تفضل اكيد سمعي نسمع طبعا انا دميتسر عيط لخويا حسن يخدم تما صحافي نعم قلت له السنوات اللي فاتوا المصلحه قلت له 2019 تكون مصلحه خاصه للشعب الجزائري واليوم لحقنا ليها تاع الصح اسكانها كشخص كمواطن جزائري ما عرفتش تاع الجزائر عرف بارك وهذا جاء قايد صلاح انا نتمنى نخسر عليه حاجه بارك الى راجل قايد قوه كلش انا شخصيا هكذا نقدر نكلم له وجه لوجه ليه كقوه كراجل كمناظر يقول لك صوري شوف نعطيك واحد عليه جنرال دوغول واش قال ابري لاغريمون ديال قال لهم لو كان عندي الارمومو تاع الالمان وربع رجال كيما بن مهدي انا نحتل العالم
كيف يجرك قايد صالح ما يعرفش يهضر وما عنده حتى قيمة يجيني سنين قانون المحروقات كيف؟ شكون سني هادو؟ شهداء شهداء خلاو الأمانة لشعب الجزائر ما خلاوهاش قايد صالح ولا ليجينير أخرين ونزيد نقول لك قسما بالله غير ليجينير اللي راهم دركا غير تريهم ظنون فامي تاعو شوف تعرف واش معناتها نتريهم على بال شكون جزائري شكون اللي ماشي جزائري اي باش نفهموا مليح شكرا جزيلا ويقول لك تلقى في الواد الشيء اللي ما تلقاش في البحر شكرا اخ حميد من بومرداس اذهب الى فرنسا معي من هناك الاخ فريد اهلا وسهلا بك اخ فريد السلام عليكم اختي وعليكم السلام تفضل اختي والله العظيم واش نقول لك تسمانا ملي كان بدا الحراك 22 فبراير تسمانا ممكن فرنسا بصح ضبط كاع تسمى الحراك هذا بصح درك راه ولا ثوره كما نقولوا حنايا اختي والله العظيم حنا المشكل هو اللي راه دوك اللي راه واعر بزاف يتسمى هذا النظام الفاسد اللي سرق كاع المستفيدين اللي معاه باسكو استفدوا ناس معاهم هما ليهم يضرونا بزاف دركا فهمتي كيف وزيد لابوليس هادو لابوليس نورمالمون ولاد الشعب نورمالمون هما يبقوا مع معانا ما يقمعوش الشعب يضربوه وكاع يتاكوا شام يديروا هكذا ويغلقوا العاصمه نحفظ شحال مره لا جو الجدرميه الدرك يغلقوا اختي باش تدخلي برك للمطار لازم لك زوج سوايع هذا بلا ما يعني تسمى بلا ما نقولوا راكي رايحه للحراك ولا حاجه فهمتي كيف وهذا ثاني اختي تاع الغاز باطل وهذا الشيء الغاز وعلى بالنا الصونات راك مبكري اختي عندها بمده رشيد الكاز على بالنا ويهضر هضر مكتا هو اختي يهضر باللي غاز راه الناس بيجا اول واحد اللي صرح على المباشر باللي فرنسا تدي في الغاز باطل هو بالوثائق وكاع هضر شير برك حنا كنا ماشي جايبين خبر فهمتي كيف وفرنسا هذه اختي القانون تاع المحروقات العاد يتسمى السنياوه خلاص بقى على خير على الجزائر لازم القانون هذا تاع المحروقات ما يفوتش لازم ما يفوتش لازم نتحدوا كاع اختي هذا كما نقولوا لازم مما كي نخرجوا نسيو نخرجوا بالعائلات وكاع داك ذراري كاع باش نبينوا باللي رانا كاع فهمتي كيف رانا كاع ضد النظام هذا ضد النظام هذا الفاسد اللي حبي يبيع البلاد وربي ان شاء الله يجيب الخير وان شاء الله ننتصر باذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا اخي شكرا معي الاخ احمد من الجزائر اهلا بك السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا تفضل اهلا بقناه قناة المغاربية الصحراء شكرا ربي إن شاء الله يثبتكم وربي إن شاء الله يعطيكم الخير ربي يعيشك يا رب ويقويكم إن شاء الله شكرا الأخت أنا حبيت نهضر على واحد نقطة نعم تفضل نقطتين هي ثنائية السلمية والنتيجة اللي دارتها ومازال إن شاء الله تدير نتائج واحد أخرين نعم السلمية في الجزائر تبدأت من 63 حكاية تاع السلمية الحمد لله لهاد الطريقة ولا هاد الحل هذا من 63 في 63 كان الافافاس كان الله يرحمه ايت احمد هي كدير الحرب مع العصابات تاع تاع الجينيرو تاع لي طاماج وفي 91 وفي التسعينات كان الفيس جبال الاسلامي للانقاذ دارت الحرب على هاد كيف الطرغاة هذوما تاع لي طاماجور هذوما اللي مستعمرين البلاد دونك رانا لحقنا دوكا 2019 فهمنا ان هاد الطغاة وهاد لي طاماجور وهاد الاركان الزائفة والمستعمرة للبلاد وربي ان شاء الله ربي شراتهم مصيبة انه الحل معهم هو السلمية نعم وباش نقول انه مثلا السلمية هو السم لهذه القيادات الطغاة ما نقولش السم انا نقول هو الدواء هو انتيدوت هو ان شاء الله كما نقولوا مضاد لهذه الفيروسات هذو ما ان شاء الله باش نقضيو عليهم شكرا دونك ان شاء الله واش نقول الثلاثاء والجمعة راه الى بان ان شاء الله نكمل كيما هكا وهذه ثورة شعبية دوك الثورة الشعبية ماهيش سياسية فقط هي لم تعد فقط الثلاثاء والجمعة الخميس أيضا هناك وقفات احتجاجية والأحد الفائت أيضا يعني الوقفات الاحتجاجية زادت في الأيام الأخيرة الماضية نعم وإن شاء الله تزيد إن شاء الله تزيد وتكمل هكا برد في وحدة وطنية وفي السلمية نروح الآن مثلا عند طابو في السجن يقول للسلمية نروح عند عمي بورقة يقول نعم نعم شكرا جزيلا أخي معي من الجزائر الأخ عز الدين أهلا وسهلا بك السلام عليكم وعليكم نعم. السلام تفضل أيضا شوفي أختي الحمد لله شوفي ربي سبحانه كيفاش يبارك
والشعب راهو كيفاش راهو يعني ريبوندي بالدور فهمتي. شوف الشعب الجزائري هذا كل الشعب الجزائري شوفوا فيه مليح كيما كان بوتفليقه الجايب صالح كيفاش وجهه على ربي اللي ضربه ما يروح للحبس ما والو يخلص كيما بن صالح. يا شعب الشرطه راهي معنا الشرطه الحرين والجيش الحر والدرك راه معنا. شوف اليوم المسير انا ما خرجتش مريض والله راني في الدرك مي راني نشوفه فرحان. تاع البرلمان شوفوا بلي خلاونا وكانوا معنا وصح داروا القمعه هذاك وكذا فيهم وعليهم هذوك عسكر اللي لابسين جراثيم ماهم الشرطه هذوك عسكر. شوف يا شعب حافظ على السلميه تاعك كيما درنا لهم هكذا نزيدوا نصعدوا بالطفل هذاك اللي داوى في مستغانين تاع ثلاث سنين وكل الشعب مستغاني بتعرفوكم انتو باشا كله مستغاني تخرج وتروح لهذاك المحافظ الشرطة ينحوه. ونزيد نقول لكم كلمة ثانية يا الشعب العظيم يا الشعب المجاهد يا الشعب الطوري اتخواو ونزيد نشوفوا بتصاعد اليزم بالجمعة بالسبت بالحد بالتبيد الصادق يغلب القبيح راهو ربي معنا راهو ربي يبارك لنا. ونقول لكم يا شعب ماشي يبيعوا لكم الغاز ولا كذا حبوا يدلونا يردونا العام 1800 طلب الله يبارك الشعب الجزائري الله يبارك دخ الشعب الحل الله يبارك دخ الشعب شبر الشعب راجل وبارك الله فيك. شكرا جزيلا وربي يعاونكم. السلام عليكم. شكرا لك. معي الاخ مولود من الجزائر عبر خدمه السكايب اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعلى الشعب الحر الابي هذا اللي راه برا عندي تدخل فيما يخص القوات الامن هذه اللي تقمع وتعتقل في المتظاهرين. نعم تسمع بي الاخت اكيد نسمعك اكيد تفضل. عدنا منشور او اثنين تاع اعتذار او تاع شرطي عنده ضمير حي واش مقياس نقيسوا عليه. الحقيقه يعني الحقيقه المره انه هذا المؤسسه هذه القاعده تاعها الاسس تبنت على اسس فاسده وزاد طعن فيها الفساد كما يلزم في وقت مضى. كانت العناصر اللي تدخل لهذا المؤسسات هي الناس اللي ما تقدرش على كسب قوتها بقوت يومها برا واليوم هي الناس لازمك بالك برشاوي او تدخلات او بوساطه يدخلوا وفي النوعين هما نجم وصلت المؤسسه هذه لما تحوثات المجتمع الا القله قليله هي اللي بالك تشوف الامور هذه. وبالتالي كاين الناس يقول لك باللي خبزه وكذا ولكن كاين الناس تقمع وتضرب في خاوته ويتلذوا وبالك يفتخروا بهذا الشيء. ولذا نطلبوا منهم ربي الهدايه. وانا نقول بالك في من ضمن العناصر هذو اللي راهم ثم اذا كان ربي يعني كان فيهم ناس نظاف هما اللي يقدروا يغيروا ولا ياثروا على الوضع وربي يهديهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام. نذهب الى تيزي وزو. معي من هناك الاخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الزول فلام. الزول فلاون اهلا بك. بون باش اندبلوغ دابور يونس فلون سي محمد. ناس اتيغري هم زياد زيني زوردان في غالبين تموت نوم تمشي تبحرو اين تمس لين تبول اربع زيزم تعمير فلا ادي فريل تاقول اجدد ثاني الدوكل سي سامر المدقافا سي متفقار في الغرب الماء دوزون الماء الجنوب الحمد لله اميون ورقاد دونك هذا سنين يقول لك تليفون ناقي لكن هنا شيكسبير تو بي اور نوت تو بي ادر ولا بازاد سي لا كيستيون ايمن ماريلين يرقاد ناقي هنا غادي ندير نور يون بيت شعري الجاهليه الناس يفهموا جبن الثري إذا ترددا ويبهم جبن الفقير في شأن زدا. الجبن مشتقة من كلمة جبان ماشي مشتقة من الحديد
دونك كيما المالو اريد ان يركزنا قد حكما في الحق وشرحا الى الدني بوليتيك الدني وقال لك على الراي تفدرا بور فير فريمون ادس منك الوجود الانسان هذا رد جرعي دي ماجيسترا اي اسرا جرعي تفكين الرئيس تليفون وقال عن وجين سنو باز عبر صبي ورئيس نري القزمي هدي الكعب بتسوي الخير بعد هناك مغاربية قناة الشعب شكرا شكرا جزيلا لغدا نحوم. شكرا أخي الكريم. معي اتصال من الجزائر الأخ أحمد. أهلا وسهلا بك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام أهلا بك تفضل. أنا اللي كنت تحدث معك دوكا اليوم وعندي الحظر أني تحدث معك دوكا المرة الثانية من قبل كنت تحدث عليك. شكرا. أنا محظوظة أكثر صراحة. أهلا وسهلا بك تفضل. عفوا قلت لك ادلك على قصه وحكايه السلميه في الجزائر بدات من 63. نعم. من المعارض الكبير للافافات اللي كسروه بالقوه ومعارض الكبير للفيل جبل سامري انقاذ التسعينات وين قضوا على ثاني وقضوا على كسر المعارضه بالقوه. الان قلت لك حكينا السلميه بون خلاص تلقاو نقول لك بديك الان دوك الشعب راهو لاباس ان شاء الله. قلنا لازم تكون الاتحاد ولو سريا بين الجبهه الاسلاميه الانقاذ فيس والجبهه القوى الاشتراكيه افافاس والبديل الديمقراطي بصفه عامه، يعني باش يكون عمل سياسي. لانه قلت لك الشعب حنا ما ماناش سياسيين فقط، حنا الظلم والحق راه في كل ميادين، في الاقتصاد، في السياسه، في الاجتماع، في كل المجالات، ولكن في المجال السياسي لازم السياسيين مثل الافافاس والفيس والديمقراطيين ككل ويعني الاحرار صح المعارضين صح ولو سريا يبداوا العمل تاعهم الان ان شاء الله لما نوصل ان نقضيوا على الانتخابات هذه المزيفه اللي جايه ان شاء الله. لازم يكون عمل سياسي بالاتحاد كل قوى هذه المعارضه باش تكون ان شاء الله تكون عندنا قوه ان شاء الله ويكون عندنا رابور دو فورس بوليتيك صحيح وقوي اللي يقدروا باش يدافعوا علينا ثاني هذوما. خاصة رانا نقولوا ونأكدوا راني ندعو وننادي الافافاس والفيس والديمقراطيين باش يكونوا في باش يتحدوا باش سريا يحاولوا انهم باش يكونوا متحدين ويبداوا يعملوا ان شاء الله. والنصر ان شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا اخي الكريم. عز الدين من فرنسا. عليكم اختي. اهلا وعليكم السلام. السلام الحار لكل الجزائري الأحرار في كل مكان في العالم. شكرا. أنا عندي رأي بس نختلف مع احترام الأخ اللي أعطى رأيه قبلي، نختلف معاه لأنه ما كان حتى ثورة في العالم وكان اللي مثل الثورة هذيك في الداخل البلد هذاك الدكتاتوري. لهذا لازم الشعب الجزائري، نداء للشعب الجزائري، نداء لكل الشعب الجزائري، يا شعب نكملوا بالسلمية تاعنا ونحضروا نفسنا الأول نوفمبر لتحرير الجزائر من هذه الطغمة الاستعمارية بالسلمية. كل واحد يروح البلد تاعو. قول الأخ اللي تدخل من قبله قال لك القوات الأمن، هادو مش قوات الأمن، هادو ميليشيات يحميوا العصابة تبع الاستعمار الحديد. شكرا جزيلا أخي عز الدين من فرنسا. كما نتابع الآن عبر الشاشة وقفة احتجاجية أيضا في عنابة حيث طلبت عنابة يشاركون اليوم أيضا. نذهب إلى الأخت عائشة من باتنا. عائشة أختي عائشة أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك بابي مشاهدينا المغربيه. شكرا. بغيت ندخل على اوضاع البلاد. تفضلي. يعني بصفه عامه انا راح نقول لك بصراحه حنا ضرنا بزاف في الوضع تاع البلاد، حنا ماذا بينا يكون تغيير جذري، ما فيها لا انتخابات لا والو، بغينا تغيير جذري يروحوا هذو يخطونا. انا مواطنه عاديه عايشه في الدار ماني خدامه قاعده بالصح، غاصني البلاد لاباس عليا ناكل نشرب، بصح الحاله هذه اللي لحق ليها الشباب الجزائري ان يرموا روحه في البحر بزاف علينا.
بلاد كيما هذه ماتوا عليها جدودنا، انا حفيد شهيد تمزروا عليها ابائنا، انا بابا ولد شهيد لدروك راه في الميديريه، الكسره ما يشبعوهاش، بزايد علينا روحوا خطونا خلونا، خليوا بلاد الشهداء لولادها الاحرار، شاويه الاحرار يقولوا ملينا من العصابات، رانا جدودنا دواورنا عايشين في الميديريه كافحوا الاستعمار، تعذبوا صافيهم الباطل، ودوك تشوفين كفاهم عايشين التهميش والحقره ما عندهاش نظير، بزايد علينا كرهنا، اعطيو حقوق للشعب الزوالي، خلونا نعيش وخليو ولادنا الاجيال الجايه تتمتع بدماء الشهداء، تتمتع بثمره الحريه والاستقلال. بركات 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 والسلام عليكم. نعم شكرا جزيلا اختي عائشه. الاخ محمد من الجزائر اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخي. حبيت نقول بس لكل الجزائريين الاحرار، كل الجزائريين اليوم يغتنموا الفرصه تاع الستاد دو ليل، كاين الماتش الجيري. نعم. يغتنموا الفرصه ويوعيوا بعضهم، لان راه 40 واحد جزائري في مكان واحد، يغتنموا الفرصه لباش يتحدوا ويكملوا في التلميه ويمدوا المثل، يمدوا المثل للعالم، كل سيبورتور يمدوا المثل للعالم باللي ما حنايا متحضرين، وحنا متحضرين ورانا نكملوا في الثوره تاعنا بالتلميه لتغيير النظام من جذوره من اجل تحرير الجزائر واستقلال الجزائر استقلالا تاما. شكرا. ولازمنا الوحدة والسلمية. اليوم في الصاد تاع فرنسا الجزائريين يحمروا وجوهنا إن شاء الله كيما ليكيب، ونمدوا الميساج تاعنا لي ميديا مونديو هكذا يعلم باش يشوفوا، لأنه كاين تعتيم إعلامي على القضية الجزائرية في كل العالم. شكرا جزيلا أخي الكريم. إذن في ثلاثائهم 34 طلبة الجزائر اليوم عبر الولايات الويرة عنابة بجاية وهران قسنطينة وأيضا العاصمة انطلقوا في مظاهرات كبيرة يعلنون رفضهم لمشروع قانون المحروقات الجديد، ويطالبون أيضا بإطلاق سراح سجناء الرأي، وأيضا يجددون رفضهم للانتخابات الرئاسية التي تم تحديد موعدها في ديسمبر من هذا العام. المزيد طبعا يأتينا في هذه التغطية المستمرة، أرجو أن تتفضلوا في البقاء معنا. السلام عليكم.